اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم الاهلي الليله. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، عيد اضحى مبارك على كل المصريين، كل بقى حبايبنا وكل الزملاء والقرايب والحبايب اللي في الحج اللي دعونا بنشكرهم واللي لسه ما جوش يجوا بالف سلامه. ايام عطره وايام جميله. ما تخافش على الاهلي، كنت بقولها لزميلي محمد سعيد في اخر حلقه كنت فيها موجود معاكم هنا قبل مباراه الترجي. معرفش يا محمد انت لسه خايف ولا كده مطمئن؟ مساء الخير زميلي ايهاب الخطيب، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وجمهور النادي الاهلي والشعب المصري والامه الاسلاميه بخير يا رب دايما. طبعا ما تخافش على الاهلي، ودايما ما تقلقش ولا تخاف على النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما موجود في المواقف الصعبه وفي الاحداث الهامه. مباراه رادس كانت مباراه صعبه جدا، لكن بالعكس لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني والاداره وكل المسؤولين في النادي الاهلي والمنظومه القرويه بشكل عام بالفعل تديك الايحاء في الاوقات الصعبه. تجد الرجال يستعدون ويفوزون بالبطولات ويستعدون ويفوزون بالانتصارات ويعودون الى القاهره باغلى الانتصارات، ودائما استاد رادس وش السعد على النادي الاهلي. ليك كلمه زميلي ايهاب، وبالفعل زي ما انت قلت ما تخافش على الاهلي، ولسه اللي جاي افضل وافضل باذن الله كمان مع مباراه طبعا يعني مباراه كامبالا سيتي وتصدر المجموعه، لان هو الهدف الاكبر باذن الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي. عايز اقول شكرا لجماهير الترجي المحترمه، جماهير بيعشقها جماهير النادي الاهلي، في حاله كده يا محمد من الود والحب بين الجمهورين. استاد رادس مش عايز اقلل من قيمته العظيمه، في ناس كتيره زعلانه في تونس واحنا ما رضاش الناس تزعل في تونس. استاد رادس زي استاد القاهره، زي استاد الدفاع، زي الاستاد برج العرب، استادات كبيره جدا وعميقه، وكل نادي بيبقى حابب الاستاد اللي بيلعب فيه على ارضه يبقى ليه يعني ركن كبير. البعض حاول ياخد بعض الكلام اللي بنقوله هنا محمد، يقول لك اصل قناه الاهلي هجمت كذا اتكلمت على كذا. بالعكس فرحه حلوه دايما، ودايما الاهلي بيفرح في حدود او مذيعينه بيتكلموا في حدود الفرحه دون المساس بالنادي الترجي الكبير جدا والعظيم جدا وجماهيره العظيمه محمد، اللي دايما بنشوفها بتتكلم ازاي على جماهير الاهلي، ودايما دعم وسند للاهلي لما بيلعب في تونس مع فرقه ثانيه، وايضا لجماهير الاهلي بتستضيفهم هناك جماهير الترجي حتى امام واجهتهم مع الترجي يا محمد. بالفعل يا زميلي ايهاب زي ما ذكرت، وطبعا علاقتنا بالاخوه هناك في تونس تحديدا نادي الترجي التونسي علاقه على اعلى مستوى، والجماهير والعلاقات الجماهيريه والعلاقات بين المسؤولين علاقات متميزه جدا. وكما كان استاد رادس وش السعد على فريق النادي الاهلي وعلى جمهور الاهلي، ايضا كمان استاد برج العرب وش السعد على جماهير الترجي. يمكن ولا مباراه لفريق الترجي التونسي هنا في مصر او تحديدا في استاد برج العرب والا ما بيخرج بنتيجه ايجابيه، وهي بالتاكيد هي مباراه بتبقى مباريات كبيره، لكن العلاقات الطيبه بين الناديين بتبقى على اعلى مستوى. ودايما حتى حرص قناه النادي الاهلي مع الاخوه في تونس دايما حتى في اوقات لما كان في بث مشترك اواصر الموده والعلاقات والاتصالات دايما من خلال مسؤولي الناديين او حتى على المستوى الاعلامي دايما اتصالات مباشره، ومن خلال طبعا اكبر القنوات التونسيه هناك والاعلام التونسي بينظر دايما لقناه النادي الاهلي نظره مختلفه، لان العلاقات الطيبه بين الناديين بتاكدها العلاقات الاعلاميه، وايضا كمان ما يدار وما يقال من خلال احاديث اعلاميه ومن خلال طبعا كباتننا هنا في الاستوديو التحليلي من خلال الكابتن سند بالحفيظ، لكن دايما العلاقات متميزه. واحنا والترجي ان شاء الله موجودين مع بعض بقى في دور ربع النهائي، وباذن الله يصل الى نهائي هذه البطوله يا ايهاب. محمد اكيد عايزين نبارك لنفسنا ونبارك لشيما، نقول لها مبروك. كلام في الميديا برنامج كويس جدا، بدايه مميزه. شيما مذيعه متالقه متجدده، يعني ظاهره في النادي الاهلي بلوك كويس، برنامج ان شاء الله يكون ليها التوفيق. ايه رايك وشفت البرنامج ازاي يا محمد النهارده؟ بالفعل بدايه موفقه جدا لزميلتنا شيما صابر. كلام في الميديا هو بالفعل كلام في الصميم، كلام في الميديا بشكل مختلف من خلال منظومة إعلامية بتقدم يعني رؤية إعلامية بشكل جديد، بشكل فيه محتوى إعلامي مضمون وجيد للمشاهد الأهلاوي بشكل خاص والمشاهد الرياضي بشكل عام. يمكن الحلقة كانت موفقة، الانطلاقة الأولى طبعا لزميلتنا شيما صابر، بنقدم لها كل التوفيق يا رب بإذن الله، ونقدم لها كمان كل الدعم خلال الفترة القادمة بإذن الله، يكون باكورة إعلام وباكورة برنامج رياضي إعلامي محترم ومحترف خلال الفترة القادمة مع البرامج العديدة خلال الفترة القادمة. إن شاء الله هنقدم حاجة مختلفة بإذن الله لكل جمهور النادي الأهلي، إن هذه الشاشة ليست تسع فقط لجمهور النادي الأهلي داخل مصر، أنت بتتابعك كجماهير كبيرة جدا سواء في الوطن العربي أو حتى في الأدغال الأفريقية. طبعا شيما إضافة كبيرة، ومبروك لشيما ومبروك لقناة الأهلي ومبروك لجماهير الأهلي. طبعا لسه التطوير مستمر طبعا زي ما وعد الدكتور خالد توحيد وإدارة القناة ومجلس الإدارة، الفترة الجاية هيكون فيه تطوير مهم جدا.
اكيد يا محمد هتقول لنا على فقرات كتير، واكيد هيبقى معانا عمر ربيع ياسين عشان الفقره العالميه، بس احنا عايزين نرخم عليه شويه ونتكلم في برايتون وليفربول وتقدم ليفربول على برايتون بهدف لمحمد صلاح في الشوط الاول اللي لسه ما انتهاش في الدقيقه 24، ودي بقى بدايه خير بعد الكلام الكتير قال على محمد صلاح والغطاس وكلام اكيد عمر ربيع ياسين محمد هيتكلم فيه بشكل كبير في فقرته طبعا الرياضه العالميه. لكن اكيد عايز اعرف فقراتنا النهارده منك بالتوفيق ان شاء الله النهارده ربنا يكرمك. اكيد زميلي ايهاب، يعني صحيح عمر النهارده من المحظوظين، يعني النهارده فقره الكره العالميه وعنده احداث كثيره، مباريات الدوريات الاوروبيه، تعادل مانشستر سيتي، افوز او تقدم ليفربول حتى هذه اللحظات بهدف لمحمد صلاح، والصراع بين محمد صلاح وسيديو ماني في صراع الهدافين واللي اتكلم عليه يورجن كلوب المدير الفني ليفربول. عنده تفاصيل كتيره زميلنا عمر النهارده في فقره الكره العالميه، هتكون مسك الختام تابعوها النهارده فيها تفاصيل كتيره مع زميلنا عمر ربيع ياسين. لكن بدايه الفقرات النهارده في العديد من الاخبار، وعندنا ضيوف حواريه في الفقره الاولى. هيكون معاك طبعا زميلي ايهاب الخطيب الكاتب الصحفي الاستاذ سعيد وهبه الكاتب الصحفي الكبير، هنتكلم بقى عن حاجات تاريخيه وحاجات جمهور النادي الاهلي لاول مره هيسمعها عن مشوار النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي والقاب النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، كيف سطرت هذه المبادئ من خلال يعني هنقول قرارات تاريخيه او هنقول من خلال مواقف تاريخيه مرت عبر 111 سنه. بالاضافه الى ذلك اكيد طبعا زميلي ايهاب تفاصيل الحوار بقى عن مشوار الاهلي في الدوري العام والانطلاقه القويه في البطوله الافريقيه تحت قياده فرنسيه مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون. ثم عندنا كمان تقارير مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيتكلم عن النادي الاهلي بشكل عام وسر حبه لهذا الكيان بشكل خاص، وتفاصيل صغيره لكن فيها معاني كبيره جدا بين جمهور النادي الاهلي مع هذا الكيان الكبير. ثم فقره اخرى مع فقره زي النهارده هيكون فيها ضيف مهم جدا، فقره زي النهارده فيها تقرير مهم عن ضيف كان صاحب بيت وكان من نجوم النادي الاهلي في خط الدفاع في فتره الثمانينات. مش هنحرق الفقره، خليها في وقتها لما نطلع هذه الفقره او نتكلم عن هذه الفقره مع النجم اللي هيكون معانا. في الفقره الثانيه كمان في ضيف حواري كبير جدا الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش، هيكون ضيف ايضا مع زميلنا ايهاب الخطيب. وفي الفقره الختاميه والفقره العالميه الكره الاوروبيه والكره العالميه مع زميلنا عمر ربيع ياسين. اليك الكلمه زميلي ايهاب طبعا قبل بدايه الفقره الاولى والفقره الحواريه الاولى. ان شاء الله محمد النهارده معانا حلقه قويه جدا ومعانا اخبار نبدا بيها. الاهلي بيستأنف تدريباته بدون راحه استعدادا لكمبالا، بيستأنف فريق النادي الاهلي تدريباته بدون راحه عقب مواجهه حرس الحدود، وكلام اتقال كتير في مواجهه حرس الحدود، فرقه بتشارك في ثلاث بطولات حتى الان، بتتكلم انك تلعب في البطوله العربيه وبطوله الدوري والبطوله الافريقيه، والشراسه اللي انت جاي منها لعب ماتشات صعبه جدا، ثلاث ماتشات في البطولة الأفريقية بعد ما كنت متراجع، بترجع وتاخد قمة المجموعة من ثلاث مباريات فيهم مباراتين صعبين جدا وغاية في الأهمية وخارج ملعبك، حقق فيهم النقاط الكاملة، في إصابات للعيبة، في بعض الظروف، في روتيشن، في مدير فني جديد لسه برضه ما شافش اللعيبة بشكل جيد، ولكن في النهاية النادي الأهلي بيأدي بالشكل المطلوب والشكل الجيد، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى فيها برضو أداء أفضل. مش هنختلف إن ربما الأداء يعني مش عاجب البعض، نتفق مع بعض على طول ونقول إن ممكن يكون الأداء ما عجبناش كلنا، ولكن في ظروف لازم نحطها في وسط الأداء ده والصعوبات دي كلها، كل الصعوبات دي وبتأدي وبتكسب وبتحقق المطلوب، في هدف عايز تحققه، الهدف المكسب، أنت عايز تحقق المكسب، عايز الثلاث نقاط، في بعض الغيابات، في لازم تحقق الاهلي بمن حضر. مباراه الترجي انت رايح مش في افضل حالاتك، ولكن عندك هدف عايز تحققه، عندك كابتن محمود الخطيب رايح رئيس بعثه في مسؤوليه كبيره، حققت الهدف المطلوب منك بالشكل الصعب جدا، وهو كده وقت ما الظروف تبقى صعبه جدا بتظهر النتائج الجامده جدا، تظهر الثقة الكبيرة جدا. طبعا رباعي الاهلي ينتظمون في تدريبات الفريق بالاسكندرية، انضم الرباعي وليد سليمان واحمد فتحي ومحمد الشناوي بكماني في تدريبات الفريق، واختبار طبي لحمودي واشرف قبل مواجهة كمبالا، هيخضع طبعا اليوم ايمن اشرف مدافع النادي الاهلي اختبار طبي وحمودي كمان، وان شاء الله تكون كل اوراق الاهلي جاهزة وسليمة قبل مباراة كمبالا. نطلع فاصل ونرجع لنتواصل.
اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا من جديد. واولى فقراتنا الحواريه النهارده في الاهلي الليله فقره حواريه مميزه جدا، فقره حواريه مميزه لان تقريبا اللي هتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حته. يعني ايه؟ يعني هيبقى في جزء في الحلقه هنا هنقول داتا ومعلومات عن شخصيه رياضيه عظيمه من النادي الاهلي ربما هتسمعوه لاول مره. ايوه ربما هتسمعوه لاول مره، ما بالك وانا بحضر وانا راجل شغال وناقد رياضي و و و و وشفت الشخصيه دي بمنظور جديد خالص. لان ضيفي اللي موجود معايا النهارده لما كلمنا عليها وفتح لي المحاور فيها لقيت ان احنا ما نعرفش عنها حاجات كتير جدا، لانه ما خدش حقه بالشكل الكبير والتاريخي ولا بالشكل المعلوماتي ولا بإلقاء الضوء عليه زي حاجات كتير جدا. لكن دي مهمتنا هنا اننا نتكلم معاكم في الاهلي الليله في حاجات تخص النادي الاهلي بشكل قريب جدا وبشكل عميق جدا. ضيف النهارده واحد من كبار الكتاب اللي مسكوا قلمهم في الصحافه الرياضيه وعملوا اسم كبير جدا للنقد الرياضي. واحد من اللي انا بتشرف اللي بستضيفه لانه واحد من الاساتذه الكبار اللي دايما بتعلم منهم. كان معايا من فتره على قناه النادي الاهلي وكان اول لقاء بيه، تعلمت منه كتير جدا حاجات في بدايه اللقاء، وكم اتمنى او اسعد انه يكون معايا كل يوم في الاهلي الليله. استاذنا الكبير الاستاذ سعيد وهبه، منور يا استاذنا. انا بشكرك جدا على التقديم ده، واتمنى ان احنا نقدم حاجه جديده النهارده ان شاء الله. دايما وانا متعود معاك دايما بننكش كده في حاجات وبنطلع حاجات، لكن خلينا نبدا كده في الامور الاولى ونتكلم عن الامور اللي على السطح لغايه ما نخش على الاكتشاف بتاعنا. لكن البدايه دايما الاهلي كان عنده بعض العقبات في البطوله الافريقيه، مستر كارتيرون جيل، فرص الاهلي كانت بعيده، لعب ثلاث ماتشات في البطوله الافريقيه امام تاونشيب رايح جاي او ذهابا وايابا في المجموعات. طبعا الماتشين كانوا ورا بعض، كانت ماتشات صعبه، لكن قدر يكسب الاثنين. الترجي كان تحدي كبير، قدر يتخطى وقدر الاهلي يعني يوصل لقمه المجموعه ويغير كل الترتيبات، ودايما الاهلي بيحقق المعجزات في زمن قياسي. ده صحيح، هو يعني دي الحاجه اللي بيعملها النادي الاهلي دايما بعد حتى في الماتشات بتاعته لغايه الدقيقه 90 لو مغلوب فانت عندك امل ان الاهلي لازم هيتعادل او يكسب، ودي حصلت كتير لان النادي الاهلي بيتميز بشيء مهم جدا وهو روح الفانيلا الحمراء او روح الكفاح والنضال في الملعب حتى الدقيقه الاخيره، في انتماء وفي يعني حاجه بتربطه بالفانيلا الحمراء وعنده دايما حافز ودافع ان هو ينتصر. فانت دايما الرهان على النادي الاهلي بيحقق نتيجه. كان كل الناس تقريبا او معظم الناس او معظم حتى المراقبين بيستبعدوا النادي الاهلي ممكن يعني يعيد احياء دوره او يعيد يعني الامل تاني، يستعيد الامل تاني في المنافسه على البطوله الافريقيه. كان صعب جدا بصراحه، صعب جدا جدا ان هو على الرغم لانه وفقا لتاريخه الكبير في البطوله الافريقيه وحقق عدد كبير جدا من البطولات، فكونه استعاد الامل تاني، وبعدين مش استعاد الامل بس تاني، ده في اخر الماتش في تونس بيكسب يتصدر المجموعه، فده عمل يعني الحقيقه عمل اعجازي، بس الاعجاز مش كبير قوي على النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي عودنا وعلمنا ان مفيش حاجه بالنسبه له معجزه ومفيش مشكله كبيره، فهو في اللحظه المناسبه او في الوقت المناسب بيعمل العمل الخارق الاعجازي، لان عنده روح، اللعيبه عندها روح وعنده وراه تاريخ كبير جدا من صناعه المعجزات. حضرتك يا سعيد تاريخ كبير مع النادي الاهلي، ومن كلامك كده شايف انك شاهد عيان على اكتر من معجزه في هذا الشأن. طبعا تفكر فاكر هدف ابو تريكه الصفاقسي في يعني في النص دقيقه الاخير البطوله ضايعه، الناس بتستعد تاخد بيستعد ان هو يستلموا وفي ملعبهم وعلى ارضهم، وفي لحظه يعني في اللحظات الاخيره يعني بتحول الكابوس يعني بينقلب الكابوس لحلم عظيم يعني او لانجاز كبير.
الكرة اللي لعبها شادي محمد طويلة قدام راحت على راس مش فاكر مين فلافيو لعبها براسه أبو تريكا فيرست تايم من خارج منطقة الجزاء بشماله وفي مكان صعب جدا وده من الأهداف الحقيقة الأهداف العالمية يعني طلع من مدافع الأهلي من خط الظهر طايرة على راس فلافيو على رجل أبو تريكا كل ده ما لمستش الأرض الشبكة على طول وبعدين هو حاطط رجله الشمال وش رجله الشمال في الوقت المناسب وبشكل نموذجي لان دي ممكن يعني بسهوله جدا ممكن دي الكور الصعبه اللي ممكن تقلش يعني تطلع فوق قوي يا تنزل تحت قوي لا وفي التوقيت ده التوقيت بالشكل ده بالشكل يعني ده في الزاويه دي وبالقوه دي وبالثقه دي يعني دي محتاجه ده انت محتاج يعني لعيب عالمي انت لو متاهل وكسبان مش هتعملها بالظبط ده بيبقى فيه لعيبه عالميين واسماء كبيره جدا في اللحظات الاخيره دي التوتر يخليه ما يقدرش ادي الهدف قدامنا اهو يعني التوافق العصبي اللي بيسموه التوافق العضلي العصبي في اللحظات الاخيره دي بيبقى صعب جدا حتى على اللعيبه الكبار طبعا ان هو خلاص الماتش ميت وخلاص مستني صفاره الحكم فكونه هو يظبط اعصابه ويظبط نفسه ويركز التركيز العالي ده جدا ويجيب الجون في الدقيقه دي فده الاهلي انت يعني شفنا لعيبه كبار ما بيعملوش الكلام ده طبعا يعني انت فاكر معرفش تفكر ولا لا في نهائي كاس العالم سنه 94 في ضربات الترجيح بين شادي متعب متعب لازم يبصم بره شادي متعب في لافيو طبعا بنشوف ده بنشوف متعب برضو عمل ده كتير بقول لك لعيبه عالميين في اللحظات الاخيره دي بيفقدوا اعصابهم احنا شفنا في نهائي كاس العالم 74 في ضربات الترجيح بين البرازيل وايطاليا اخر ضربه جزاء كان يعني اخر ضربه جزاء لايطاليا ضاعت ضربه الجزاء على الرغم ان هي ضاعت من لعيب مهم جدا من اهم لعيب كان من اهم مهاجم في ايطاليا روبرتو باجيو الكرة حطها فوق العارضة بحوالي 10 متر وده عمره يعني نادر جدا انه كان يضيع ضربة جزاء ده لعيب كبير جدا فانت هنا يعني الاهلي عنده تاريخ كبير جدا في ان هو يحقق معجزات او يحول الكوابيس لاحلام جميلة الحقيقة كثيرون والتحديات لا تنتهي يعني من البطولة العربية البطولة الافريقية الدوري أهلي ماشي فيه بشكل كويس ربما الأداء يعني لا يسعد بعض الجماهير ولكن وفقا للظروف الأهلي يحقق أو يحقق المطلوب الحقيقة أنا ما عجبنيش الأهلي في الماتش اللي فات يعني المستوى الفني يعني أقل جدا جدا من المطلوب ومش هو ده يعني المستوى اللي هو اللي تعودناه من النادي الأهلي بس انت برضو بتبص للظروف العامة ان الاهلي مشارك في 3 بطولات فالمدرب بيضطر يعمل روتيشن ويعمل تبديل وتوافيق وبعدين ما تنساش برضو ان اللعيب المصري مش الاهلي بس يعني في كل الاندية المصرية ما عندهمش يعني القدرة التكوين الجسماني او القدرة البدنية الكافية ان هو ممكن يخوض مجموعة بطولات او مباريات متلاحقة في ازمنة قليلة حتى لعيبة اوروبا يعني المسألة صعبة بالنسبة لهم فهو بيواجه تحدي صعب الحقيقة والسبب في ده يعني اسباب بترجع للتكوين البدني للعيب المصري ان هو في مراحل الطفولة في كل دول تقريبا العالم الثالث يعني في مشكلة في التغذية يعني فيش تقنين للتغذية في الصحة في الكلام ده كله فغير اللعيب الأوروبي ومع ذلك يخرج محمد صلاح من ريف مصر ويكسر هذه القاعدة إيمانا برضو بالموهبة هنا بالموهبة بقى بتعمل الفارق دي الحاجة بقى اللي هي الموهبة الإلهية الربانية اللي يعني بتختصر الفوارق الحضارية أو الفوارق الصحية الموهبة صلاح اختصرت الاعداد العلمي او الاعداد الصحي للعيب فقدم لنا طبعا يعني او قدم نفسه عالميا ان هو حاجه كبيره جدا برغم الظروف اللي هو طالع فيها بس هو
يعني احنا ده يورينا الحاجة مهمة جدا، ان احنا لابد ان احنا نبقى في اليات البحث عن المواهب اللي زي محمد صلاح، لان بلد فيها مليون فيها 100 مليون طبعا، فاكيد هيبقى فيها زي صلاح كتير. المشكلة بقى ان احنا ازاي ننتقيهم، وفي برضو احنا عندنا يعني شيء مش مظبوط في القصة دي. زمان كان في عندنا كشافين مهمتهم ان هم يلفوا وطوفوا، يعني اشارهم الله يرحمه عبد البقال، وكان في يعني في اسماء كتير الحقيقه، بس يعني اشهر واحد فيهم عبد البقال. ده جاب اهم لعيبه للنادي الاهلي، جايب رفعت فناجيلي وجاب الشربيني وجاب يعني جاب لعيبه كتيره. ده كان مهتم وكان شغلته ان هو عينه اولا هو ذكي جدا وموهوب جدا لا يقل موهبه، يعني العين الكويسه لا تقل موهبه عن اللاعب الكويس طبعا. فانت محتاج تاني الكشافين دول، ومحتاج تواجه او محتاج تحارب او تقاوم حاجه اسمها البرايفت في المدارس الكوره، ان الوسائط بتتدخل وان في فلوس بتدفع عشان اقدم لعيب عن لعيب، ودي الحقيقه مشكله لازم ان احنا نواجهها طبعا، لان في لعيبه بيبقوا كويسين جدا ويضيعوا فبياخدش فرصه. الحاجه الثانيه برضو في الاعمار القليله مثلا تحت 12 تحت 14 سنه بيهتموا المدربين قوي بالطول الفارع والبناء التكوين الجسماني والقوه، عشان ده اللي بيجيب له يعني اللي عنده برجل واسع ده بيجيب له البطوله. ففي ممكن يكون لعيب زي مارادونا ما يتخدش، يعني يكون في موهبه مارادونا في سن 12 سنه يقول لك ده مش هينفعني لانه مش سريع وجسمه وكلام من ده. لا، احنا لابد ان احنا نعيد النظر في تقييم المراحل دي. الموهبه زي ما حضرتك قلت بتعدي كل الحواجز دي، الموهبه بتعدي كل حاجه، بس انت مين اللي بيختار الموهبه؟ هنا هنا مساله مهمه جدا. وبعدين الحاجه الثانيه برضو في الدول المتقدمه في الكوره في الرياضه بشكل عام عندهم سيستم جيد يعني ومناهج علميه، ان انت في سن المراحل المبكره دي اللي هي 10 سنين و8 سنين و12 سنه بيجيبوا اساتذه، يعني اساتذه في كره القدم، لان ده زي بالظبط زي التلميذ اللي بيتعلم. في اوروبا اتطورت ازاي، او العصر النهضه ده جه ازاي، او الحضاره الاوروبيه والغربيه دي جت ازاي؟ جت بالاهتمام بالتعليم، اهتمام بالتعليم يعني من الصغر، يعني فبصنع شخصيه بكون شخصيه بصنع بني ادم او انسان يعني بيفكر كويس، فانا بحط له مناهج وبعمل مناهج لان بفجر فيه المواهب وبفجر فيه طاقه التفكير وبفكر فيه بفجر فيه حريه التفكير. الحاجات دي كلها مجموعه على بعض فبتديني في النهايه علماء جيدين وفنانين وموهوبين في كافه المجالات. الرياضه نفس الشيء، الرياضه لابد ان انا اهتم بالمدرسين او بالمدربين اللي هم مدرسين عنده دارس تربيه كويس، فبالتالي هبقى دارس علم نفس الاطفال ازاي يحفز فيهم يحفز قدراتهم ازاي هو يصنع فيهم شخصيتهم، يعني يكون شخصيه جيده ايجابيه واثقه من نفسها غير يعني الطريقه الحقيقه في طريقه عقيمه كان في التعليم وفي التربيه زمان هي طريقه القهر والضرب والكلام ده بتطلع يعني بيطلع في النهايه انسان خانع وانسان يعني ما ينفعش شخصيته ما ينفعش يعتمد عليه. انت هنا بتكون شخصيه جيده، فهنا الرياضه يعني بتصنع الحكايه دي او بتنمي الحكايه دي. وبالتالي يعني ارجع للنقطه الرئيسيه انه مهم جدا في مدارس الكوره او مدارس الرياضه في سن مبكره ان انا اهتم اجيب متخصصين على مستوى عالي جدا واديهم رواتب عاليه، عشان هو ده اللي بتبقى القاعده اللي عندي اللي بيبقى في النهايه محمد صلاح او غير محمد صلاح. ممكن يكون ما فيش رضا بالشكل الاكمل عن اداء النادي الاهلي في بعض المباريات، وده من الضغط المباريات زي ما حضرتك قلت وانا بتفق مع حضرتك، ولكن المكنه والامور بتسير. الاهلي وكمباله يوم الثلاث ومباراه برضه مهمه رغم ان النادي الاهلي حقق ما اراد، لكن هي ضغوط المباريات. طبعا الاهلي طبعا يعني عندنا امل كبير جدا ان الاهلي يعني يجيب لنا البطوله الافريقيه ثاني، لان هو الاهلي اكبر اسم دلوقتي في افريقيا والبطوله مش بعيده عنه مش كبيره عليه،
ومطالب أدبيا وجماهيريا أن هو يعني هو ياخد بطولة أفريقيا، وخاصة بعد ما أعيد الأمل من جديد، يعني بعد عاد بعد أن استعاد الأمل. فأنت ما عندكش بقى مشكلة، أنت استعدت الأمل في وقت كان فيه تغيير حتى في الجهاز الفني، وكان فيه مشاكل في يعني كان فيه مشاكل في الفريق. لكن أنت النهاردة بدأت تحط رجليك، فتبدأ تفكر صح. كمان بقى عندك بدأت تكتشف بعض العناصر، أو بعض العناصر بدأت تاخد مكانها في الفريق، زي صلاح محسن. انا في يعني في رايي الجون اللي جابه في الماتش اللي فات ده جون عالمي جدا، يعني انت لاحظت الجون ده اللي سجله ازاي سلو موشن؟ لا ده هو حطه يعني تشيب من فوق الحارس، بينه وبين يعني الحارس بينه وبين الكوره نص متر، وبين الكوره وبين العارضه ربع متر تقريبا. فالمسافه اللي هو المفروض بتنزل فيها الكوره عايزه حرفيه عاليه جدا، ولعب عنده موهبه واضحه. موهبه. فانت ده اضافه طبعا للاضافه للفرقه. في عندك يعني في عندك بعض العناصر اللي ممكن مع الوقت يعني مع الماتشات الجايه مستواها هيرتفع. يعني انا بارجو ان هو المدرب في عمليه الروتيشن اللي بيعملها يعني يعمل توازن كويس قوي بين يعني في عمليه التبديل والتوافيق في المباريات، ان هو يعني يعمل توازن جيد بحيث ان هو يبقى عنده الهدف الرئيسي افريقيا. هدف صلاح محسن قدامنا على الشاشه. هدف جميل. انت لو هنشوفه هتلاقي يعني في ثانيه واحده عمل تشيب الكره في مكان اللي فيه الجون. على فكره يعني الحارس قريب منه، رايح لها. هو الحارس راح لها، بس هو حطها في حته. ده واحد بينشن ببندقيه يعني واحد عارف ان الفرصه ما بتجيش في الماتش اكتر، يعني استغل بقى في ثانيه. دي نوعيه اهداف محمد صلاح على فكره. محمد صلاح يعملها في البعيده ونشان صح، فعايزه حساسيه. برضه سعيد اللي هنا هو مش متوقع ان الكره جايه له، وبيخطا حارس او بتجيله، بياخد البوزيشن بتاعه والموقف الصحيح في توقيت سريع جدا، وبياخد القرار كل ده في نو تايم، مفيش وقت. برافو عليك. هنا الموهبه بقى، هنا الرياكشن بتاعه سريع جدا جدا جدا، يعني رد الفعل على فكره. ازارو عنده الحكايه دي. لما بيبقى قدام صفات الجون. المهاجمين قدام الجون وتجيله كوره مفاجاه، بتلاقي رد فعله مره جاب جون برضه بدماغه. بالزبط. يعني الرد الفعل السريع ده جزء من الموهبه الفنيه العاليه جدا. الفرق بين لعيب موهوب قوي ولعيب نص موهوب في سرعه رد فعله وسرعه اتخاذ القرار. هنا بياخد قرار ان هو هيسجل وهيحطها في المكان الفلاني، فانت دي عمليه تفكير سريعه جدا. فده يطمننا الحقيقه على المستقبل الفتره الجايه. بس هو المدرب الحقيقه محتاج ان هو يعني يشوف اللعيبه اكتر، يتعرف عليهم اكتر، ويثبت قوي الباك بون بتاع العمود الفقري بتاع الفريق. يعني نص الملعب عنده لغايه النهارده ملامحه مش باينه، وده اللي عامل ايقافات واصابات لبعض اللاعبين والضغط ربما، ولكن كلام حضرتك واضح جدا، لازم التثبيت في المنطقه الحساسه دي. لازم ان انا قدر الامكان اثبت التشكيل بتاعي، خاصه وسط الملعب. وسط الملعب في كره القدم كل الخبراء الكوره بيعتبروا كره القدم او الملعب كره القدم ده رقعه شطرنج. اللي لعب شطرنج فاهم قوي ان عشان تسيطر على الرقعه كلها وعشان تكسب الجيم تسيطر على الاربع مربعات اللي في النص، ميدان الاربع مربعات اللي في النص دول سيطرت عليهم كويس وحميتهم كويس، فانت الجيم هيبقى بتاعك. كره القدم نفس الشيء، نص ملعب لان هو ده يعني محور الربط او يعني المكان اللي بتربط فيه بين الهجوم والدفاع، اللي بيتحرك فيه المهاجمين، اللي ممكن يعني بتصنع منه تقطع منه الهجمه للفريق الاخر. تلم كورتك تنطلق من نص الملعب بشكل تبني جيد، تبني بيها هجمه، تنوع بيها هجماتك، مش يعني مش من الباكات بس، لا هو ده، ومش من المهاجمين طبعا، واخد بالك. فالسيطره على نص الملعب ده مهمه، وبالتالي المدرب كارتيروم يعني مطالب ان هو يحل لنا بس مشكله نص الملعب دي عشان ان شاء الله نقدر نكمل. احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا ان شاء الله نوصل السيمي فاينل بعد يعني ان شاء الله نكسب الماتش الجاي ونحتفظ بصداره المجموعه. هيبقى في قرعه
للفرق دور الثمانيه، يعني الاربعه الاوائل احنا لابد ان احنا نحتفظ بالمركز الاول عشان نبقى راس مجموعه. بالظبط. الاربعه التانيين هيتعمل بينهم قرعه، فانت ما تعرفش مين هيبقى معاك. لكن الظاهره اللي باينه قوي ان في تقريبا هيبقى في لغايه النهارده في اربع فرق من شمال افريقيا في دور الثمانيه وممكن يوصلوا ست، وفرقتين بس مازيمبي وفرقه تانية اللي هي يعني في. ما هو دايما في الفتره اللي فاتت هي كره الشمال الافريقيه حتى على مستوى المنتخبات اللي بقت فارقه النهارده. بالظبط. فانت عندك طبعا المواجهات اللي بعد كده مش هتبقى سهله، لان فرق شمال افريقيا طبعا فرق جيده جدا. هيبقى عندك اثنين من تونس، يعني عندك ترجي، وعندك التقطت الانفاس. ايه؟ هتكون التقطت الانفاس ان شاء الله. التقطت الانفاس بقى انت داخل بتاريخ، ودي مساله تفرق ان انا الفرقه الثانيه خايفه منك، ولو كسبتها مش هيلاموا على كده، لان انت هم هيبقوا خسرانين من بطل ابطال افريقيا. فانت داخل بتاريخك وراك سندك، ده بيدي دفعه كبيره ليك وبيدي خوف يعني بيصدر رساله تخويف للفرق الاخرى. ويبقى لكالترون في وقت قليل جدا قدر يلم معظم اوراقه، لان انا ما زلت مع حضرتك برضو بقول انه برضو محتاج يعرف امكانيات كل اوراقه. شاف ناصر ماهر واداله الاداء كويس، ابتدى بيدي لصلاح محسن، صلاح محسن بيديله في المقابل. اهم حاجه ان اللاعب لما ياخد فرصه يدي علشان يبين للمدير الفني الشكل الافضل. هيكون للنادي الاهلي بعد كمبالة الاهلي والانتاج ده هيكون 2-9، والاهلي والداخليه ده هيكون 11-9. بينهم بقى يوم 8 هيكون منتخب مصر مع النيجر في التصفيات الافريقيه. طبعا هيكون في لعيبه من النادي الاهلي اكيد بالشكل الكبير، وبقى في ضغط مباريات. ولكن هاخدك بقى ل 8-9 ومباراه المنتخب المصري امام النيجر، ومدير فني جديد وجهاز فني جديد واستدعاء ل 90% من المحترفين اللي جاهزين. عايز اشوف الاوراق، عايز اشوف الشكل الجديد اللي هيلعب بيه. هل الوقت هيبقى معاه يقدر يشوف ويعمل كل الكلام ده؟ هل مباراه وتعدي عشان نركز؟ شايف المنتخب المصري مع اجيري المدير الفني المكسيكي في المرحله المقبله ازاي؟ طبعا هو بيواجه يعني هو في موقف صعب الحقيقه. الفطره مش كافيه ان هو ممكن يبص على يعني يشوف الدوري المصري كله ويعرف امكانيات اللعيبه كلها، وبالتالي هيعتمد على المساعدين بتوعه فهيرشحوا له. فمش هيبقى عنده ايد مطلقه او حريه مطلقه ان هو يتصرف، وبالتالي احنا لابد ان نلتمس له عذر في الفتره الاولانيه دي. اثنين، هو خارج من كاس العالم في نكسه في منتخب مصر في كاس العالم، او في كارثه وفي روح مش حلوه، ان المنتخب كان سيء جدا في كاس العالم، وكان في يعني في سلبيات كثيره جدا. كان متوقع ولا لا ان المنتخب يظهر بهذا الشكل؟ حضرتك كنت شايف ان ده ممكن يحصل ولا لا؟ الحقيقه انا يعني انا نبهت لده قبل ما نوصل لكاس العالم، وحذرت من طريقه كوبر، وكتبت فيها اكتر من مره، حتى لما كان بيكسب يقول لك احنا خلاص حققنا الهدف بتاعنا وكسبنا، انتوا عايزين ايه تاني؟ نقول له، فانا اكتب اقول له لا احنا عايزين اداء جيد، وما تقعدش يعني ما تقعدش تهوشنا ان انت كسبت فرقه ضعيفه والمستوى كان ضعيف اللي بتواجهه، لكن احنا عايزين كره هجوميه، يعني كره فيها نشوف فيها المغامره، نشوف فيها هجوم، نشوف فيها مخاطره. احنا شفنا يعني في اخر 15 سنه المدرب اللي شفناه بيعمل المخاطره والمغامره دي، كره القدم كلها مخاطره او مغامره، التاريخ كله مخاطره كبرى يعني او مغامره طبعا. كبرى طبعا. ولا يحقق يعني حقق الانجازات الا اللي بيغامر يعني، وكل مغامره ليها مخاطرها يعني، بس بتبقى محسوبه. لكن العب وانا خايف هتغلب، واللي دايما اللي بيدافع بيخسر. مانويل جوزيه كان واحد من المدربين. هو ده مانويل جوزيه، كنت لسه هقول لك ده مانويل جوزيه عمل حاجه مهمه جدا في الاهلي وافادت الكره المصريه. خلال وجود مانويل جوزيه كان الباك بون للمنتخب القومي المنتخب المصري لعيبه الاهلي جيل ابو تريكه، هو العمود الفقري هنا والعمود الفقري هنا، اللي عمل 2006 و2008 و2010، لا هم هو العمود الفقري ومع لعيبه اخرين جيدين يعني من الزمالك والاسماعيلي وكده، محترفين، بس اللي عمل الروح الجديده دي في الكره المصريه، الكره الهجوميه، الكره اللي فيها مخاطره ومغامره وفيها تكسب بره وفيها شجاعه
يعني فيها شجاعه. هو واقف بره وعامل زي الاسد بره في الملعب، اهجم اعمل بتاع كلام من خلاص. ادى اللاعب بتاعه ثقه، ادى اللاعب بتاعه ثقه، وانت لازم تكسب. وبيحسس اللاعب بتاعه ان انت تقدر تاخد كاس العالم. قلت له ما تاخدهاش ليه؟ والتاني احسن منك في ايه؟ انت عندك رجلين اتنين وهو رجلين اتنين، وعندك عينين وهو عينين. كان بيتكلم بهذا الشكل. فده من المدربين اللي بيدوا دفعه وبيدوا ثقه للعيبه. كل الفرق اللي بتكسب كاس عالم او كمان بيبقى وراها دايما مدرب عنده طموح وعنده روح، يعني بيقدر يشحن اللعيبه بشكل جيد. حسن شحاته برضو كان ميزته ان هو بيدي روح للعيبه، يعني بيعمل الحته دي. لكن كوبر الحقيقه انا قبل كاس العالم بكتير قوي حذرت منه، وقلت ان هو يعني مدرب خواف وجبان، والخوف والجبن ده بينتقل بالعدوى للعيبه، بيبقى عايز يعمل الحد الادنى خلاص، وبعدين ايد حريه تحرك اللعيبه. كره القدم لا، عايزه تدي اللعيب حريه كامله. حسن شحاته كان بيعمل كده، انزل العب كره وريني، استمتع استمتع بالكره، لكن استمتع ده مع النظر للخطه الفنيه طبعا في الحسبان. ما طبعا يعني بيبقى في اطار عام، لكن في حريه ابداع. انما انت عامل خطوط في الملعب، ما تقربش هنا، ما تعديش المنطقه دي، فانت اساسا منزل اللعيب خايف وهازز ثقته بنفسه. وانت ناوي، وانت لو تعادلت يبقى كويس، لو كسبت ما تعديش وسط الملعب، انت اتحرك هنا. فالانتصار ده بتبقى روح وبتبقى اراده وكده. ده ما كانش موجود. فانا كنت متوقع الحقيقه، ما كنتش متوقع انها توصل للدرجه دي، لكن ما كانش عندي امل كبير ان احنا ممكن نوصل لادوار اخرى، رغم من الامكانيات الفرديه لكثير من اللاعبين. لا، امكانيات عاليه جدا عندنا. عندك محمد صلاح، ده احسن لعيب من احسن لعيبه اوروبا، واحسن لعيب هداف الدوري الانجليزي. فانت عندك افضل لاعب ومرشح لافضل لاعب في اوروبا، عندك ميزه. عندك ميزات كتير، عندك لعيبه على مستوى عالي كتير. بس كوبر قعد ادى ودنه للمساعد بتاعه، فالمساعد بتاعه بوظ له بقيه الشغل. عندك زي حسين اللي في الامارات، اسمه حسين الشحات، هداف دوري الامارات، استبعده. عندك كنت محتاج حد في وسط الملعب زي حسام غالي، استبعده، اتخانق معاه، اعمل معاه خناقه واستبعده، لانه مش على مزاجي يعني. فدخله في شويه متاهات. المنتخب دفع الثمن. فطبعا المنتخب طبعا دفع الثمن. وبعدين يعني الحقيقه المساعد بتاع كوبر ما كانش فيجر، ما كانش اسم كبير، ما كانش بتاع. وبعدين برضو بعض المدربين الاجانب اللي هم يعني بينتموا للعالم الثالث، يعني زي الارجنتين والمكسيك والحتت دي، بيسمعوا يعني بيدوا ودنهم يسمعوا زي المصريين كده، زي الشرقيين، ودي مشكله كبيره يعني. فهو كان بيسمع، وبالتالي شفنا اللي حصل. احنا بس نخرج من ده، عايزين نستفيد من الدرس ده، لا نكرر التجربه تاني، يعني لا نكرر هذه الاخطاء. تغييري بقى في التوقيت ده، وزي ما حضرتك قلت كان في مشاكل كثيره جدا، رغم ان الارقام في من بعيد شكلها حلو، بتوصل افريقيا بعد غياب، بتوصل فاينل وبتطلع تاهل لكاس العالم، يعني شكل الارقام للتاريخ حلو، انما اللي مش هيعيش الايام اللي جايه مش هيقدر يقول ان الكره كانت بتتادى باداء عقيم و للاخر هيبقى في ارقام كويسه. لكن في وسط ده في مدرب مكسيكي جديد اجيري بالصعوبات دي، وعنده مباراه يوم 8، ومباراه في بطوله احنا خسرانين في التصفيات الاولى امام المنتخب التونسي، ودي مباراه مهمه امام النيجر. يلحق لو في اراده وفي وراه باكينج الاتحاد الكوره، يعني يكون ظهير ليه، الاعلام لازم يبقى ظهير لي، على الرغم ان انا ليا تحفظات على اختياره من الاساس يعني. انما يعني ويقعدوا يخوفونا بقى، بلاش، لان احنا داخلين على مرحله. قعدوا كده مع كوبر يعني، قعدوا يخوفوا ويرعبوا نعدي بس وزوره النقاد ويهددوهم بان مصلحه مصر ومنتخب مصر. هو النقاد بتخاف؟ ايه النقاد بتخاف؟ لا يعني هيقول لك يعني لا، بعض النقاد، وفي كثير من النقاد برضه بيتحسبوا يعني، يقول لك انتوا كده انا عايزين مصلحه برضه، يعني انت عايز مصلحه عامه تحت عنوان المصلحه العامه ما تضروش البلد يعني، وبعدين تحت عنوان بقى امن قومي وكلام من ده. فالناس يعني بتخاف يعني، امن قومي هيتهموني بقى ان انا يعني كنت حقود، وان انا هزيت ثقه الناس بنفسها. انما الامن القومي او المصلحه العامه
ان انا لازم اواجه الناس دي باخطائها وبعيوبها في الوقت المناسب عشان نقدر نصلح لو في عندنا حاجه غلط نصلح. يعني هنا مظبوط. يعني اللي مهتم جدا بمصلحه منتخب مصر لابد ان هو يصلح، يعني شايف المنتخب فيه اخطاء لابد ان هو الحقوا يا جماعه عالجوا، لكن احنا سيبنا المساله وفوجئنا بكارثه في ماتش السعوديه الماتش الاخراني، اتعمل علينا جيم كبير وخسرنا. طوينا الصفحه ان شاء الله أخرى. الصفحه اللي جايه حلوه. وعلى الحديث الان عن محمد طاهر باشا، كلام مهم هيتقال لاول مره، لكن بعد فاصل سريع نرجع نتواصل. اهلا بكم كل مشاهدينا من جديد بعد فاصل سريع. قبل الفاصل كان كلامنا محدد، محمد طاهر باشا. محمد طاهر باشا، انا كده بقول عنوان امام المشاهدين عايزين يعرفوا معنى هذا العنوان. محمد طاهر باشا ده اهم، يعني ان لم يكن واحد من اهم فهو اهم شخصيه في تاريخ الرياضه المصريه. هو المؤسس الثاني للرياضة المصرية. المؤسس الأول يوناني اسمه بولاناكي. بولاناكي ده هو اللي أسس اللجنة الأولمبية المصرية سنة 1910، وكان عضو في اللجنة الأولمبية الدولية من 1910 حتى 1932. 1934 محمد طاهر باشا دخل اللجنة الأولمبية الدولية كأول مصري. من 1934 حتى 1960 كان هو مندوب اللجنة الأولمبية الدولية في مصر. بعد 60 اتنقلت عضويته لأوروبا، بقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ومساعد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، كان اسمه إفري برونداج، وكان مسؤول عن غرب أوروبا، يعني مساعد رئيس اللجنة الأولمبية لغرب أوروبا. ده كان واحد من اعظم الشخصيات اللي انجبتها الرياضه المصريه، واكثر الناس اللي ساعدوا او يعني نهضوا بالرياضه المصريه وحطوا اسس للرياضه المصريه. يكفي ان تعلم ان هو اللي اسس دورات العاب البحر المتوسط. هو مؤسس دورات العاب البحر المتوسط. في دوره لندن الاولمبيه سنه 48 استطاع من خلال وجوده في اللجنه الاولمبيه الدوليه، في اجتماع اللجنه الاولمبيه الدوليه، ان يقنع اللجنه الاولمبيه الدوليه انه هيعمل دوره اقليميه لدور البحر المتوسط خاضعه للمظله الاولمبيه وتحت القوانين الاولمبيه ومعترف بيها، واقنع دول حوض البحر المتوسط كلهم ان هم يشتركوا فيها. واقيمت اول دوره في مصر في الاسكندريه 1951. تمام. الراجل ده كان ذكي جدا، يعني ده الدوره دي اتعملت في اجواء 48، اجواء يعني بدايه الكيان الصهيوني. جدا عمل نظام اساسي للدوره وحط فيه فقره ان لا يجوز انضمام اي دوله تانية من دول الحر البحر المتوسط الا بموافقه جماعيه للدول المؤسسه. يعني دول المؤسسه اللي هي مصر، يعني كان مصر وايطاليا واسبانيا، ومصر ايطاليا اسبانيا في اليونان وتركيا، اليونان وتركيا وسوريا، دول اللي شاركوا في اول في اول دوره. فطبعا لو مصر قالت لا اسرائيل ما تخشش، بعد كده لو سوريا قالت لا. منذ ذلك التاريخ اسرائيل بذلت محاولات كبيره جدا انها تخش تبقى عضو في دوره البحر المتوسط. استحال بسبب الفقره الذكيه اللي حطها في الدوره، ان لابد من بدايه التاسيس ان لازم كل الدول المؤسسه اللي اسست الدوره دي توافق بشكل اجماعي. لو وقفه واحده اعترضت ما ينفعش تخش. انا باين لك ذكائه السياسي وانه كان واعي القضيه القوميه والقضيه السياسيه. طبعا طبعا ده واحد من اللي ساعده كتير جدا، او اللي بذل مجهود كبير جدا لتمصير الاتحادات المصريه والرياضه المصريه. تمصير يعني ايه؟
في العشرينات والثلاثينات والاربعينات وكده منذ 1910 كانت محاضر اجتماعات اللجنه الاولمبيه المصريه والنظم الاساسيه كلها باللغه الفرنسيه او الانجليزيه. وكان مقر اللجنه الاولمبيه الدوليه المصريه كان في اسكندريه، كان اسكندريه تقريبا هي العاصمه الرياضيه. وكان معظم اعضاء مجالس الادارات ورؤساء مجالس الادارات اجانب، المصريين كانوا بيشتغلوا موظفين مشهلاتيه وكده. فحصل بعد ثوره 19 يعني المشاعر القوميه، التمصير طلعت حكايه التمصير والوطنيين بداوا يمصروا كل حته، من ضمن الرياضه كانت جزء مهم طبعاً. مهم من ده. فاللي قاد العمليه دي محمد طاهر باشا عشان يمصر الاتحادات يغير، فعمل لوائح جديده وخاض معارك كبيره جدا، لان كان مصر ايامها كانت محتله تحت الاحتلال البريطاني، وكان معظم الاتحادات دي اما خاضعه لبريطانيا او فرنسا. الرئيس بريطاني، رئيس فرنسي، اعضاء مجلس اداره اجانب، يونانيين، طلاينه، كلام من ده. فعشان تمصر الاتحادات دي واجه مشاكل كبيره، لكن يعني استطاع ان هو يمصر اهم اتحادين، كان اتحاد السباحه واتحاد الجمباز. طبعا مصر اللجنه الاولمبيه بعد كده غير اللوائح، بقت لوائح باللغه العربيه. يعني ثوره في الرياضه بقى، ثوره كبيره، واستحق ان يلقب يعني بواحد من اهم مؤسسين الرياضه. المساعد بتاعه او الـ يعني اللي حكى لي عنه كل ده كان يعني المرحوم المهندس محمد احمد الدمبداشتوني، اللي هو بقى عضو لجنه اولمبيه من سنه 60 بعد كده. ده المؤسس الثاني، يعتبر المؤسس الثاني للرياضه المصريه. وده كان يعني طاهر باشا كان بيمثل بالنسبه له الـ يعني المثل الاعلى او النموذج او القدوه طبعا الكبيره، الرول موديل يعني زي ما قال يعني. ده المثل الاعلى بتاعه، واشتغل معاه في حكايه تمصير الاتحادات. يعني الدمبداشتوني كان بيحكي لي، بيقول لي لو كنت اسمع حد في اتحاد الجمباز يتكلم في فرنسي بتاع تجيبه القلم على طول. كان طالعين بقى من جو، كانوا بيمصروا كده. فهو حكى لي عنه حكايات كتيره جدا. طبعا الراجل ده ظلم بين. كان رئيس قبل ما ادخل في حته الظلم، لان فكره انشاء يعني بطوله البحر المتوسط دي، وان يكون هذا الرجل المصري اللي من اصل تركي بيتعامل بهذا الشكل ويشتغل بهذا المجهود، وفي اولمبياد لندن 48 يقنع الناس تقام في مصر 51، ويحط البند الذكي اللي حضرتك قلته ده، ويشارك ب10 دول تيجي تشارك هنا في استاد اسكندريه، وافتتاح الملك فاروق افتتح في 22 دقيقه افتتاح حاجه كده تليق بالعالم، ومنافسات 11 لعبه، فرنسا المركز الاول، ايطاليا المركز الثاني، مصر المركز الثالث. يعني بتتحط على الخريطه بشكل حلو. فدي كانت ثوره في التوقيت ده، وتاسيس كبير جدا لميدان رياضه مصري على التراك العالمي. يا اهاب، دي تاني اهم بطوله بعد الالعاب الاولمبيه. البحر المتوسط تاني اهم بطوله، يعني تصنيفها الثانيه بعد، لذلك بيبقى في حرب جامده جدا، ومن وقت للتاني الدول عدد الدول بتزيد. فالراجل ده يعني تاني واحد بعد البارون دي كوبرتان اللي اسس الالعاب الاولمبيه، ده اسس العاب البحر المتوسط. لكن ده هو ليه ايادي يعني بيضاء كثيره على الرياضه، كان بيمول من جيبه وكان بيبعت لعيبه من جيبه، يعني كان بيمول لعيبه، بيمول رياضيين من جيبه يعني، او كان بيرعى رياضيين كتير جدا من جيبه، من اللي هم الرياضيين اللي خدوا ميداليات ده، وخاصه بتوع رفع الاثقال اللي خدوا ذهب في اولمبياد برلين 1936، واللي خدوا ذهب في اولمبياد 28 في امستردام، وفي لندن 48. فكان يعني وكان لا يبخل على الرياضه من جيبه. ويكفي ان تعلم ان هو قصر الطهره اللي موجود ده بتاعه اساسا. يعني بتاع امه، وكان اسمها الاميره امينه، وده طبعا لما قامت الثوره خدت الكلام ده كله، يعني خدت انت عارف الثورات ليها جوانب كثيره جدا ايجابيه، لكن في بعض الناس بتبقى ضحايا. كان معروف ان الراجل ده كان وطني جدا وبيحب مصر جدا،
وعمل حاجات كتير حتى بعد يعني بعد الثوره وكده. كمل حضرتك قلت في التمصير وحب يعني يعني الاتحادات كلها زي ما حضرتك قلت واشهرهم سباحه وجمباز والسله بعد كده والطايره بعد كده. فعمل يعني عمل انقلاب في الرياضه المصريه وحط اساس وحط قاعده اساس وعمل اهم من ده جسر بين الرياضه المصريه والرياضه العالميه. يعني هو ده كان عامل جسر تواصل يجيب اللوائح بتاع بره اللوائح بتاع الاتحادات الدوليه اللجنه الاولمبيه الدوليه ونحاول ناخد منها اللي ينفع الرياضه بتاعتنا. يجيب القيم الاولمبيه يحاول يزرعها قيم الروح الرياضيه الروح الاولمبيه. الكلام ده كله كان غريب على مصر لغايه العشرينات والثلاثينات. وعايز احطك على التراك بقى فهو احطك على التراك العالمي فهو نفسه كان في حد ذاته كان هو الجسر. كان سابق السعيد كان سابق لان احنا النهارده معظم الاتحادات لما بتحصل مشكله لوائحك كانت مختلفه مع لوائح الاتحادات الدوليه فاول ما تروح اي محكمه رياضيه او حاجه يحصل صدام ان لائحتك مختلفه. فلما يكون حضرتك في التاريخ ده راجل بيفكر بهذا الفكر وان يوحد اللوائح ويجيب لك اللوائح من بره بالزبط. عشان تشوف القوانين تبقى قانونك زي قانون الالعاب الرياضيه بره اعتقد دي كانت حاجه سابقه بشكل كبير جدا. اولا ده بيدي قيمه لمصر. ليه؟ مصر الدول المؤسسه للجنه الاولمبيه الدوليه يعني تعتبر الدول من اوائل الدول اللي اشتركت في الالعاب الاولمبيه يعني سنه 1912 في ستوكهولم احمد حسين باشا رئيس النادي الاهلي هو اول بطل اولمبي يعني اول واحد مثل مصر اولمبيا احمد حسين باشا اللي كان رئيس النادي الاهلي بعد كده سنه 1942 ل 44 او 41 ل 44 اشترك في السلاح دوره ستوكهولم 1912 لعيب واحد بس اللي اشترك. فانت الدوله رقم 14 اللي انضمت لعضويه اللجنه الاولمبيه الدوليه يعني سابقك بس 13 تاسيس. ده انت سابق دول اوروبيه في التاسيس كتير جدا. 1910 انت سابق عدد من الدول طبعا يعني دول كتير يعني انت رقم مكانتك الكبير. انا بقول لحضرتك وانت رقم 14 النهارده اعضاء اللجنه الاولمبيه الدوليه كام داخلين على تقريبا يعني 130 140 يعني أو ربما اكتر من كده. انت الدوله رقم 14 فانت ليك ثقل وليك تاريخ وليك فبالتالي كان لازم يبقى في توافق مع القوانين الاولمبيه. انت بتشتغل تحت مظله الاولمبيك تشارتر او الميثاق الاولمبي او القانون الاولمبي فانت جزء منه فلازم تكون فاهم طبعا لان انت بترجع له في الاخر هو المظله بتاعتك وبعدين انت ممكن خضوعك للقوانين ده لو عملت مخالفه ممكن ايقاف النشاط الرياضي تلميد نشاطه وهو اللي بنعاني منه لغايه دلوقتي لان يبدو انها ما اتطورتش لان هو توفى طبعا في سنه 70 كنا اخر قانون شغالين بيه قانون 78 لسنه 75 لسه مغيرينه يعني السنه دي فبالتالي كان يعني الفتره دي كان في جاب يعني من بعد رحيله اعتقد ما عملناش القصه دي تاني. هو اللي اشتغل بعد كده هو تلميذه احمد دمرداش توري الله يرحمه كمل يعني نفس ده كمل يعني هو ده المؤسس الثاني يعني بعديه فاشتغل برضه على النقطه دي. كان شغله او كان همه الاساسي احمد دمرداش توري وانا يعني عاصرته كتير استقلاليه الحركه الرياضيه المصريه واستقلال الرياضه عن القطاع الحكومي. الحكايات الاستقلاليه دي للرياضه اللي يجب ان تكون مستقله وتدير نفسها بنفسها والاستقلاليه دي بيدي حريه القرار وده جزء من روح الاولمبيه والمبادئ والقيم الاولمبيه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. محمد طاهر باشا الحقيقه ليه يعني قيمته في الحركه الاولمبيه الدوليه العالميه يعني واحد من يعني ممكن يكون من 10 او 15 واحد مهمين جدا على مستوى تاريخ يعني منذ كوبرتان 1896 لغايه لما توفى 1970. انا قريت نعي عنه اللجنه الاولمبيه الدوليه حاجه يعني حاجه جميله جدا يعني وصفوه باوصاف النبيل والشجاع والانسان والمتحضر وال طاهر باشا ده واحد من مؤسسين مصر للطيران يعني كان شريك مؤسس شركه مصر للطيران وكان رئيس الاتحاد الدولي للطيران وهو اللي اسس نادي الفروسيه المصري الاتحاد الفروسيه المصري وهو اول واحد جاب مدرب فروسيه الفرنساوي المنتخب مصر سنه 1942 وهو اللي خلى منتخب سابق منتخب مصر الفروسيه اللي هي انت سابقك المانيا وبريطانيا ودول عريقه خدت مركز رابع في دوره طوكيو سنه 64
في قفز الحواجز والسدود منتخب مصر، وده ما تكررش بعد كده لانه كان بيرعى اللعبه ويجيب مدربين اجانب وياخد اللعيبه بتوعنا والفرسان بتوعنا كان بالناس احتكاك وتدريبات ومعسكرات بره بره ويلعبوا مع الفرق الاوروبيه. كان بالمناسبه واحد منهم كان الفنان احمد مظهر، كان فارس يعني كان منتخب مصر الفروسيه يعني. واسماء كثيره جمال حارس وكلام من ده فيما يتعلق بالفروسيه في كل الرياضه المصريه. ده مؤسس ودفع من جيبه فلوس كتير، اتقدم يعني بعد الثوره الناس الوطنيين يعني قدموا التماس لمجلس اداره الثوره ان هم يعفوه من يعني المصادره، يعني صدرت طبعا كل املاكه وصف محمد علي وكان راجل عنده وطنيه وقالوا ان ده راجل وطني لا يعني ايه يستحق ان هو، فهو رفض ان هو يكتب، قالوا له اكتب التماس يعني، فهو عزة نفسه وكرامته رفض ان هو يكتب التماس وفضل يكمل عزة نفسه وكرامته ان بعض العرب يعني بعض الحكام العرب عرضوا عليه ان هو يقعد في قصر في يعني قعد مده كبيره جدا في جنيف بعد الثوره يعني ان هو يقعد في قصر يعني يشتروا له قصر، رفض تماما. اللي جم بقى الحكام دول نزلوا في قصر بتاعه اللي هو قصر الطهره، كانوا بيحبوا ينزلوا في قصر الطهره اللي هو القصر بتاعه، فهم حسوا يعني ان هو قال لهم لا انا مش ما عنديش اي مشكله اطلاقا في ده. وكان محب لمصر حتى يعني لما قامت ثوره 23 يوليو كان بعثه مصر في دوره هلسنكي سنه 52 فاثناء الدوره دي جم قالوا له بلغوه بالاذاعه وكلام من ده، كان قاعد في فندق قالوا له ده قام الثوره على فاروق. جلاله الباشا يا معالي الباشا قام الثوره في مصر على الملك فاروق ثوره جيش مصر. فكان رد قال لهم احسن يستاهل. يا ما نصحناه ان هو ياخد باله من البلد وكلام من ده. المهم يعني هذا الرجل أهمل في التاريخ، كان هو كان وطني جدا. أولا سنة 41 سنة 40 تولى رئاسة النادي الأهلي فترة قليلة جدا ثم ألقي القبض عليه، القوات البريطانية ألقت القبض عليه وحطوه تحت إقامة جبرية في حلوان في بيت في حلوان وبعد كده في معسكرات الجيش البريطاني غرب القناة. ليه؟ لأنه كان مؤيد للقوات الألمانية اللي زحف على مصر. المناخ أيامها يعني المناخ في مصر أيامها، مصر كانت محتلة، كان الوطنيين المصريين أو المصريين بشكل عام يتمنوا هزيمة بريطانيا في الحرب ويخش جيش هتلر يخلصهم من الاحتلال. فكان كل القوى الوطنية مع ألمانيا، هو كان بيساعد القوات الألمانية يعني بشكل أو بآخر. وكان صديق واحد مهم جدا وطني مهم اسمه الجنرال عزيز المصري الباشا، عزيز باشا المصري ده الجيش البريطاني ضبط تنظيم موالي لألمانيا وبيشجع ألمانيا عشان يهزموا هتلر في حرب العالمين وكده. فهو في الظروف دي اتقبض عليه عشان وطنيته وعشان نفسه مصر يعني تتحرر من الاحتلال البريطاني ولو هتلر. ايامها في الجو ده او في المناخ ده ناس كتير قوي المواليد كان اسمها هتلر. احنا يعني نسمع عن هتلر طنطاوي كان رئيس الرقابه الاداريه، لان هتلر كان بيمثل نموذج للخلاص وللتحرر في هذا الزمن في هذا الوقت وفي هذا السياق اللي بقول لك عليه. فالراجل ده كان يعني ده جزء من الجانب الوطني عنده وتكوين الوطن اللي عنده. طبعا هو البشوات الحقيقه ظلمه يعني في كتير بشوات ظلمه لان احنا متطرفين قوي في الاحكام. طبعا ثوره جميله جدا 23 يوليو غيرت المجتمع المصري تغيير كبير وانحازت للفقراء والفلاحين، لكن في نفس على الجانب الاخر ظلمت يعني في ناس ظلمت مثل هذا الرجل، جرد من كل ثروته وما مدش ايده وفضل قاعد في وكان بيقابله احمد دبرداش طولي كتير، عزة نفسه كرامه غير عاديه وما كانش بيشتكي ابدا، بيقول انا مبسوط جدا. كان قاعد في بيت متواضع في جنيف وكان قدامه ياخد اللي هو عايزه يعني. قال لك لا والبلد كويسه والدنيا كويسه وانا مش عايز اي حاجه، مش عايز اي مساعده، مش عايز. وقال عنه ان هذا انبل رجل شفته في حياتي. انا احمد دبرداش نفس ما قالت عنه الاولمبيه الدوليه في نعيها او في ذكراها دايما، مش الاولمبيه الدوليه بس،
كل قادة الحركة الأولمبية في العالم نعوه كما لم ينع أحد من قبل. وأكثر واحد نعاه كان إفري برونداج، كان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، رجل لا تكرر في التاريخ يعني، من حيث نبله ومن حيث اهتمامه اهتمامه الحقيقي بالرياضة، اهتمامه بالجوانب الإنسانية، واهتمامه بكرامة البشر. ده هذا الرجل لم يأخذ حقه إعلاميا ولم يأخذ حقه من التاريخ، وظلم تاريخيا، يعني ظلم حيا وميت. أنا يعني بثق جدا في يعني في شهادة المرحوم أحمد الرائد الكبير يعني العظيم جدا أحمد مرداش توني، اللي هو بعد كده بقى يعني خد العلم منه وكمل. بس مرداش توني قال لي حاجة، قال لي الحقيقة اللجنة الأولمبية المصرية ليها موقفين سيئين جدا مع اللجنة الأولمبية الدولية. أول موقف مع بولاناكي، إن هم طلبوا إن هو يبعدوا بولاناكي ده عشان يعني ينقص يوناني وعايزين واحد مصري. وده ما عرفوش اللي عمله بولاناكي للرياضة المصرية. دفع من جيبه كتير وعمل استاد اسكندرية وعمل، وهو اللي أسس اللجنة الأولمبية المصرية، وبعدين طلبوا عزله وتعيين مصري بداله أو اختيار مصري بداله كده، فاختاروا طاهر باشا، وطاهر باشا قابل الاختيار ده وهو زعلان جدا، يعني انه شايف ان الراجل ده زعلان جدا، يعني زعلان جدا، وكان نبيل قوي. بيقول انا حسيت بنفس الشعور ده لما جابوني مكان طاهر باشا. بيقول اسوأ قرارين في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية، ان ظلمت اتنين مهمين جدا، بولاناكي وطاهر باشا. وما كانش طاهر باشا الحقيقة يعني في بعض البشوات، يعني بعض البشوات كان ليهم ايادي بيضاء كثيرة. هل تعلم ان مثلا لولا كمال الامير كمال، هتكلم لك اسمه دلوقتي، مشهور قوي تمام. يعني لولا هو ما كانش ظهر مثال مصري اسمه محمود مختار اللي عمل تمثال نهضة مصر طبعا. اعظم مثال في يعني في العصر الحديث كله بالزبط. اللي اكتشفه الامير كمال، الامير يوسف كمال، امير يوسف كمال انفق عليه وأسس مدرسة الفنون الجميلة، ولما لقى بارع عمل له مرسم جوه مدرسة الفنون الجميلة اللي هو عملها على حسابه، وبعدين بعته يتعلم في فرنسا على حسابه. وأيامها ده فجرت موهبته، كانوا مبهورين بيه الغرب، في يعني مش في فرنسا بس، في الغرب كله كان يعمل معرض يبعت يعني يعمل تماثيل ولوحات وكده، اتبهروا بيه جدا. كان في بعض البشوات بيتبنوا المواهب في الفطره اللي هي الفطره بيسموها المرحله اللي محتاج حد يحط ايده ويتبنى بنفسه ويصرف من جيبه، المرحله الليبراليه اللي افرزت بقى طلعت حرب باشا وافرزت يعني بعض ناس، بعض يعني بعض النجوم والرواد في مختلف المجالات. في الرياضه بقى كان طاهر باشا، طاهر باشا ده كمان اللي اسس الجمعيه الجغرافيه، الجمعيه التاريخيه، جمعيه التاريخ سنه 1922، ودي واحده من اقدم واهم الجامعات وكان رئيسها، واخد بالك. كان معاه الاستاذ محمد شفيق غربال، برافو عليك، اللي طرقه كان مساعده شفيق غربال، وهو شفيق غربال ده واحد من كبار المؤرخين يعني. يعني كان بيهتم بالثقافه، وكانوا بيهتم يعني مش بالرياضه بس، لا بالثقافه وبكل ما يعني ما يبني البلد. افرج عنه يعني القوات البريطانيه ما افرجتش عنه الا بعد ما نزلت القوات قوات الحلفاء في على شاطئ فرنسا لتحرير فرنسا من الاحتلال النازي. افرج عن طاهر باشا، كان مر عده سنوات يعني كان المفروض هو رئيس النادي الاهلي، جه بعديها فتره انتقاليه كده كان رئيس بالنيابه، وبعدين جه بعديه احمد حسنين باشا اللي اغتيل على كوبري اكتوبر، كوبري قصر النيل، في حادث مصطنع، القوات البريطانية قتلوه في حادث تصادم على كوبري اكتوبر، حادث طريق، وتلك قصة اخرى. انا مش قادر اقطع حضرتك ولا قادر ادخل في بعض الكلام، لان انا قلت اللي هتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حتة. انا معظم المعلومات دي ما كانتش عندي، واعتقد ما كانتش عند الجماهير ولا عند المشاهدين، لكن دايما حضرتك بتسرنا الحلقة، ودايما بتضيف لنا اضافات كبيرة جدا، وبتعيد نصاب وكتابة التاريخ بالشكل الذي يستحقه الافراد ويستحقه التاريخ ويستحقه المشاهد. شكرا على وجودك. انا بس انا لحسن حظي يعني، انا مش شطارة مني ولا حاجة،
لكن الحسن حظي ان انا عرفت المهندس احمد برداش شوني وكشف لي الجانب ده، لان كان في فتره الثوره وقبل الثوره يعني من بعد الثوره كان صعب قوي يتكتب، في فترات كثيره جدا ظلم هذا الرجل، لكن اللي حسن حظي ان كان يعني المهندس برداش شوني سجلت مذكراته فكشف لي هذا الجانب، وبعدين كشف لي كمان جانب اخر من شخصيته. معلش اسمح لي اقول ثلاث دقائق، جانبين اخر من شخصيته، نبله وعظمته. اجتماع اللجنه الاولمبيه المصريه، جميع العمال للجنه الاولمبيه المصريه سنه 46، احمد دمرداش شوني ممثل اتحاد السباحه او اتحاد الجمباز فشن هجوم كبير جدا على اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه واتهمهم بالفشل. مين رئيس الاجتماع؟ احمد طاهر باشا. مين وكيل الاجتماع؟ حيدر باشا، محمد حيدر باشا كان ياور الملك. فقام دمرداش شوني قال انتوا فاشلين، مجلس اداره اللجنه الاولمبيه فاشل ولابد ان يتغير بتاع. فرد عليه حيدر باشا قال له انت ازاي تجرؤ تتهم بشوائد، يعني تتهم ناس احسن منك بكتير، ده احنا بتاع الملك معيننا، انت بتتكلم ازاي، انت بتغلط في اسيادك. قال له في حاجه اسمها اسيادك؟ قال له الجلالة الملك اختاركوا لكن وضع ثقته فيما لم يحترم ثقته ولا يستحق، انتوا لا تستحقون ثقته، انت بتتكلم ازاي، انت تطلع ايه؟ قال له انت تطلع ايه. فمسك الكرسي حضر باشا عشان يضربه بالكرسي، فالدبرداش شوني رفع كرسي، الاثنين رفعوا الكراسي على بعض. قام طاهر باشا من الاجتماع احتجاجا على ده، فجري وراه حضر باشا عشان يجيبه، لان كان يعني المركز بتاع طاهر باشا في العيله اعلى منه، يعني كان محترم جدا. فجروا يعني قعدت حاله عايشه رجعوا، فقال له بالفرنسيه وقالها لي طاهر باشا، قال انت مش قادر تسحب الراجل شجاع زي ده بيقول لنا ان احنا غلط، واحنا انبياء ان احنا فاشلين؟ احنا فاشلين، احنا لجنه اولمبيه فاشله، هو رئيس اللجنه قال احنا فشلنا واحنا فاشلين، انت زعلان ليه؟ انت عشان باشا. فتقوم يعني امام كلمه الحق. فبيقول لي ده من المواقف النبيله. الموقف الثاني بقى ان هو ذات يوم قدم بلاغ للنائب العام ضد الملك فؤاد، اتهموا فيه بالسرقه ان هو دخل القصر بتاع امه اللي هو قصر الطاهره وسرق فيه بعض المقتنيات الثمينه، ورفض ان هو يتنازل عن البلاغ، وتلك قصه اخرى. اشكرك استاذنا الكبير الاستاذ سعيد وهبه، سعيد بوجود حضرتك، سعيد بالمعلومات اللي اضفتها لي واضفتها لكل المشاهدين. دايما جدا. بتشرف بحضرتك، ودايما اضافه، ودايما اللي بتسمعوه مع الاستاذ سعيد وهبه صعب تسمعوه في اي حته. شكرا لحضرتك. اشكرك، شكرا، شاكر جدا. محمد طاهر باشا واحد من الشخصيات الرياضيه المضيئه في عالم الرياضه المصريه، واحد من اهم مؤسسين الرياضه المصريه. الاهلي الليله لسه معانا زوايا كتير جدا هنلقى عليها الضوء. اروح سريعا لزميلي محمد سعيد. شكرا لك زميلي، ايضا للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سعيد وهبه. وما زال التاريخ يكتب عن النادي الاهلي، ليس العكس، الاهلي يكتب التاريخ، ولكن التاريخ يكتب ويسطر عن النادي الاهلي الكثير والكثير، قيم ومبادئ وثوابت تاريخيه ومواقف تاريخيه وقرارات تاريخيه، كل هذه العوامل والامور بالتاكيد من خلالها التاريخ بيكتب ويكتب عن الاهلي الكثير، سواء في الماضي او الحاضر او حتى في المستقبل. قرارات تاريخيه، بطولات، يعني امور كثيره جدا ممكن التاريخ يقول ويقول ويعيد كتابه التاريخ خلال الفتره القادمه كمان بشكل مختلف عن مستقبل النادي الاهلي وخلال الفتره القادمه. لكن النادي الاهلي خلال عيد الاضحى المبارك كان هناك طبعا استعدادات مختلفه. فقره العيد وخلال ايام عيد الاضحى المبارك وتحديدا ثالث ورابع ايام عيد الاضحى المبارك في مقر النادي الاهلي بالجزيره او حتى في فرعي النادي بمدينه نصر والشيخ زايد، كانت هناك استعدادات متواصله وفقرات غنائيه وفقرات فنيه لبت طموحات وطلبات اعضاء النادي الاهلي وعائله الاهلي بشكل عام، ما بين فقرات فنيه لصغار السن او حتى الرجال والسيدات وكبار السن. تقرير مهم جدا مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره يتحدث في هذا التقرير عن ما دار خلال فتره عيد الاضحى المبارك وكيف لبت اداره النادي الاهلي طلبات الاعضاء وبرنامج عائله الاهلي كيف لبى طموحات اعضاء النادي الاهلي خلال فتره العيد. نخرج لهذا التقرير ثم نعود الحديث مع فقرات اخرى بعد هذا التقرير. احنا استعدنا لايام العيد استعداد كامل في الثلاث فروع، ثالث ورابع يوم العيد زي ما اتفقنا، اول يومين بيبقى يعني زيارات عائليه اكتر منها وتواجد الاعضاء جوه النادي.
استعدينا طبعا، زودنا عدد الكراسي لاستقبال الاعضاء بحيث الكرسي يبقى موجود اي وقت العضو يجي يلاقي مكان كويس يقعد فيه، ما يتعبش ان هو يلاقي مكان مناسب ليه في اليوم دوت. من الصبح بالليل استعدينا من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل في الثلاث فروع زي ما قلت لحضرتك. بالنسبه لمقر الجزيره كان عندنا حفله ثالث يوم العيد، مطربه جت غنت معنا رحاب مطاوع من الاوبرا المصريه، طبعا لاقت استحسان الاعضاء بشكل كبير جدا وملاحظ الحمد لله. اعتقد القناه كانت بتصور في اليوم ده لايف، وكنا الحقيقه مستعدين كمان بالخدمات كلها في النادي على اهبه الاستعداد الحقيقه، وكذلك الامن. وفي نقطه برضو مش عايزين ننساها، حمام السباحه عشان هي كانت بعيده عن منطقه الحفله، بس ده من ضمن استعدادات النادي لاستقبال الاعضاء في اليوم ده. الجو بيبقى حر، اعضاء كبيره جدا، فالحقيقه انا برضو بنتهز الفرصه وبشكر الاداره اللي معايا كلها في النادي، من اداره الامن متمثله في العميد علاء، اداره الخدمات متمثله في الاستاذ محمد الالفي، حمام السباحه في الدكتور ياسر عزاز. انا بشكرهم بالمناسبه دي في القناه، بشكرهم شكر خاص، وطبعا بدعم كامل من سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اللي احنا بنلاقي منه بصفه مستمره الحقيقه دعم وتلبيه لكل طلباتنا، عشان في الاخر نلبي العضو طلبات العضو ان هو يجي يلاقي كل الاستحسان وكل رغباته تبقى مجابه. يعني الاول كان في شو اطفال بسيط، وبعد كده كان في يعني ورشه عمل بيعملوا فيها على شكل الخروف والكلام ده كله واباجوره وبتاع. برضو كنا مدين تعليمات واضحه وصريحه من اداره الخدمات الحقيقه للمطاعم ان هي تبقى برضو على اهبه الاستعداد لاستقبال العضو، موفره كل الاكل اللي ممكن يلاقيه، بحيث ان هو برضه زي ما قلت لحضرتك قبل كده ما يلاقيش هم وما يعتلش هم ان هو يلاقي كل حاجه متوفره بالنسبه له. وزي ما قلت لك برضه من الشماس ومن الكراسي والامن، يعني الحقيقه كنا يعني اعتقد ان العضو برضه ما حسش بمشكله في اليوم ده، وكان زحمه جدا الحقيقه النادي. احنا بنزود عدد الكراسي بكم هائل بحيث ان هو لو لغايه 15,000 عضو ممكن يجي يلاقي كراسي، يلاقي المكان بتاعه موجود نظيف، يلاقي في اي وقت شمسيه مفتوحه في الحر. بالليل الحقيقه بنوفر برضو مراوح كتيره جدا في الجنينه الرئيسيه، كنا عاملين ستيج محترم جدا قدام الشاشه العملاقه اللي هي الحقيقه برضو كانت عامله رد فعل جميل جدا، لان احنا كنا مشغلين عليها اللوجو بتاع النادي والاغاني، والحقيقه الخلفيه كانت عامله بالتالي بانت في التلفزيون، هي كان شكلها جميل جدا. وما اعتقدش ان العضو لقى حاجه، يعني العضو عايز يجي يلاقي المكان اللي يقعد فيه كويس، كل الحاجه اللي هو عايزها هيلاقيها، من اكل من شرب من الاطفال اللي بيلاقوا مكان لعب الاطفال كان جاهز لاستقبال الاطفال بصفه مستمره، غير ورش العمل اللي اتعملت بالشكل اللي هو اللائق بعضو النادي. رابع يوم كان مينلي معمول بالذات للاطفال، حفله اطفال كامله دي بدات من الظهر الحقيقه لغايه قبل ماتش الاهلي. الحمد لله بالمناسبه ببارك للاهلي طبعا ان شاء الله، واحنا الاهلي على طول بصراحه يعني بيفرحنا. قعد الحفله من الصبح لغايه الساعه 7 قبل الماتش بساعه ساعه ونص، بدانا نركز ان احنا برضو احنا بنرص الكراسي قدام الشاشه بحيث ان العضو برضو يبقى موجود في مكانه في نفس المكان وبيشوف الشاشه بيشوف الماتشات وبيشوف كل حاجه. فزي ما قلت لحضرتك الحمد لله اليومين عدوا، ودي عاده النادي الاهلي ان العضو في العيد دايما بيلاقي كل المزايا وكل الراحه اللي هو بيلاقيها في النادي، بحيث ان هو يجي يقضي يومه من الصبح بالليل يتبسط. الاطفال بيتبسطوا جدا، الكبار بيلاقوا كل حاجه بيعملوها، اكل متوفر بصفه مستمره، الكراسي، النظافه، الامن. وزي ما قلت لحضرتك انا بشكر كل الاداره وبشكر طبعا سياده العميد محمد مرجان اللي دايما بيدينا الدعم والسبورت بصفه مستمره الحقيقه. اهلا بكم من جديد، وزي ما سمعتوا في هذا التقرير وشفتوا طبعا كلام الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره عن التفاصيل والبروجرام الخاص بعائله الاهلي خلال فتره عيد الاضحى المبارك. كانت احتفالات فنيه وثقافيه واحتفالات اجتماعيه متعلقه باعضاء النادي الاهلي في ثالث ورابع اعياد عيد الاضحى المبارك. بالطبع هذا البرنامج من خلال عائلة الأهلي برنامج بيلبي طموحات الأعضاء من خلال فقرات كثيرة، وتنفيذ هذا البرنامج بيكون من خلال اجتماعات مستمرة سواء من المدير التنفيذي العميد محمد مرجان مع مدير الأفرع ومدير المقر الأستاذ خالد مرسي واللواء حسن مسعود مدير فرع من النادي الأهلي بمدينة ناصر وسيادة اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. كل هذه الاحتفالات بتتم من خلال هذا التنسيق سواء من المدير التنفيذي مع مدير المقر ومديري الفروع، وبالتالي كل هذه الاجتماعات بتتم من خلال اعتماد رسمي من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي حريص بشكل عام وبشكل خاص على تلبية طموحات أعضاء النادي الأهلي من خلال تنفيذ عدد من الفقرات في برنامج عائلة الأهلي اللي من خلاله في خلال هذه الأعياد وهذه المناسبات الاجتماعية
الاجتماعية بتشوف طموحات الأعضاء وبتلبي كل الرغبات اللي أعضاء النادي الأهلي بيحبوها في جميع المراحل السنية، ومش في عيد الأضحى بس أو في عيد الفطر أو في المناسبات السعيدة اللي بتبقى على مدار السنة، لكن حتى بيبقى فيه تلبية لبعض طلبات الأعضاء، حتى في تنفيذ بعض أعياد الميلاد والأعياد الخاصة، أو حتى في التفاصيل الصغيرة اللي ممكن عضو النادي الأهلي بيحب ينفذها داخل مقر النادي الأهلي سواء في الجزيرة أو حتى في الفرعين بمدينة نصر والشيخ زايد. استقبال الأعضاء وتجهيز المقر الرئيسي والفروع خلال فترة عيد الأضحى وتلبية كل هذه الرغبات من خلال كمان أيضا لجنة ثقافية، اللجنة الثقافية اللي بيشرف عليها الأستاذ خالد جلال المخرج المسرحي الكبير. كل هذه التفاصيل مهمة جدا، لأن في الآخر أنتوا بتشوفوا الصورة النهائية، لكن بتتم من خلال اجتماعات عديدة وفقرات متواصلة على مدار أيام كثيرة قبل المناسبة بفترة ممكن تصل لمدة شهر عشان تنفذ هذا البروجرام بشكل احترافي من بدايته حتى نهايته. لكن واحنا بنتكلم عن عائلة الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، أيضا جمهور النادي الأهلي بالنسبة لنا هو الشريان الرئيسي لهذا الكيان الكبير. دايما بننزل الشارع وبنشوف في تقارير مختلفة إزاي جمهور النادي الأهلي مرتبط بناديه، هل مرتبط بقرارات، هل مرتبط ببطولات، هل مرتبط بعراقة نادي. نخرج في هذا التقرير نشوف النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي بيحب ناديه ليه وسر انتمائه لهذا الكيان الكبير. الأهلي كنادي كورة هو نادي كبير ونادي عريق وقديم، وبالتالي من أقدم الأندية في مصر يعني، وحقق بطولات كبيرة، وحقق أكبر نادي حقق بطولة الدوري والكاس بيمثل حياتي كلها. أنا ولدت لقيت نفسي أهلاوي، ولقيت أبويا بيتعصب ويعني عصبي جدا يحط الترانزستور على ودانه، كان أيامها ما فيش تلفزيون، ويتعصب ويجري ويتنطط، خلاص طلعت له. الأهلي مش بيمثل لي أنا بس، الأهلي بيمثل لمعظم الشعب المصري. لولا مؤسسة الأهلي لما كانت رياضة في مصر، ودي حقيقة ولا بد أن نعترف بيها ويعلمها الجميع. عشان كده كله بيحافظ على الأهلي، مش بس أعضاء الأهلي والجماهير وأعضاء الأندية الأخرى كله. الأهلي بيمثل لي القيم، المبادئ، التقاليد، روح الأسرة الواحدة هنا في النادي. ده من زمن الزمن، من ساعة النادي ما تأسس في عام 1907، يعني مر عليه هذا العام 111 عام، وهو قدوة يحتذى بها لباقي الأندية، ليست المصرية فحسب بل أيضا الأندية العربية والإفريقية. عظم نادي في الكون. الأهلي نادي عظيم ونادي كبير طبعا، ما حدش يقدر يتكلم عن الأهلي. بس لي كل حياتي، كل حياتي، كل حاجة يعني في الأهلي. أهلا بكم من جديد، وزي ما سمعت وشفت في هذا التقرير كلام مهم جدا 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 من جمهور بيعشق نادي، مش لهدف شخصي ولا لهدف ولا لأي شيء آخر، لحاجة واحدة بس، إن النادي ده بيحببه في حاجة هو بيحبها، كرة القدم، وإن إزاي بيخليه يكسب بطولات، وإن إزاي بينتصر، وإن إزاي بيحقق انتصارات، وإن إزاي بياخد قرارات تاريخية بتخليه حتى هو في بيته إزاي يفكر بهذا الشكل عشان يكون بيته ماشي بنظام مؤسسي وماشي بنظام جيد. اللي بيقول لك أنا اتولدت لقيت نفسي أهلاوي، اللي لقيت والدي أهلاوي وكان بيروح الاستاد بيسمع راديو، أو زمان لما كان ترانزستور بقى كان صغير كان بيسمع بيه مباريات الأهلي في الراديو، هو قاعد حتى في استاد القاهرة بيتفرج وبيشوف مباريات النادي الأهلي لما كان الأهلي بيلعب في استاد القاهرة بحوالي 70-80 ألف متفرج في كل المباريات، الاستاد كامل العدد. بالطبع جمهور النادي الأهلي ورا فرقته في كل حتة، جمهور النادي الأهلي حريص على متابعة فرقته، موجود معاه مش في مصر بس، أول جمهور سافر مع فريق خارج مصر وفي الأدغال الأفريقية كان جمهور النادي الأهلي، وعودنا على كده من زمان، لدرجة حتى أنت ممكن تسافر في الأدغال الأفريقية وتلاقي جمهور النادي الأهلي بيملى مكانه، بيملى استادات وبيملى ملاعب بشكل كبير جدا عشان يشجع فريقه ويكون متواجد بجوار فريقه. بتشوف مساحة مدرجات ممكن تصل لحوالي من 2000 إلى 3000 متفرج في مباراة بتقام خارج جمهورية مصر العربية. ده ليه معنى واحد، معناه أنك جمهور بيعشق ناديه لدرجة الجنون، وجمهور بيعشق ناديه لدرجة أنه يكون معاها الحلوة والمرة، ودي الأغاني اللي اتقالت على فترات طويلة جدا مع النادي الأهلي في كل البطولات. لكن في هذه اللحظات وجمهوره ده حماه بالطبع، طبعا الناس بتذكرني بقى بأغاني وأناشيد جمهور النادي الأهلي اللي دايما بتثير وبتلهب حماس لاعبي النادي الأهلي في جميع المباريات سواء الدولية أو القارية أو حتى المحلية. لكن الفقرة القادمة فقرة مختلفة، احنا معانا النهارده ضيف مختلف، لمعه في لعبه فرديه
أسس لعيبة وأسس بطولات ودخل بلعبة مهمة جدا في الرياضة المصرية. أروح بسرعة لزميلي إيهاب الخطيب لاستضافة النجم في الفقرة الثانية من ضيفنا النهاردة في الحوار المهم جدا ليلتنا النهاردة مع برنامج الأهلي الليلة. إليك الكلمة زميلي إيهاب. شكرا محمد، تقرير مميزة جدا، وزي ما انت قلت احنا معانا فقرة مميزة جدا وبشكل كبير في لعبة من الألعاب يعني في الرياضة المصرية ماشية كده في سرب لوحده. ماشية في سرب لوحده ليه بقى؟ لان انت لما تبص عليها في الخريطة المصرية ممكن ما تشوفهاش بالشكل الكبير في الانتشار او في التواجد او في بعض المتابعات، رغم ان بقى ليها قاعدة كبيرة جدا، لكن تعال بص عليها في الخريطة العالمية لا موجودة وبقوة من نشائرها لكبارها على منصات التتويج، من بناتها الجمال البطلات لرجالتها الجامدين أبطال عالم. أبطال عالم حدث ولا حرج، محتكرين بقى التصنيف في الفترة اللي فاتت، وده اللي جد كنا شايفين اللعبة دي ماشية على التراك ورايحة في حتة، لكن مع الضيف الكبير اللي موجود معايا حطها في مكانها الطبيعي. مكانها الطبيعي لما تولى رئاسة الاتحاد واتنقلت اللعبة للتراك المظبوط، وفضلت ماشية على التراك وبتتطور وبقت مصر مشهورة كده. أنا زي ما بقول لكم بره والأوروبيين، لأن اللعبة دي عند الأوروبيين بشكل كبير جدا لها اهتمام خاص، وقريبا إن شاء الله هتندرج في الألعاب الأولمبية، وأعتقد كمان الاتحاد المصري يعني بيتكلم بشكل كبير، إحنا لو اللعبة دي دخلت أولمبيات هنروح في حتة تانية خالص، هنفرح قوي وهنهيص قوي. كمان ضيفي واحد من النجوم الكبار اللي كان بطل في لعبته وأدى بشكل كبير، لولا الإصابة اللي جات له في سن مبكر كده 17-18 سنة وهو يدوبك داخل على التراك، كان العلاج بقى ساعتها طبعا إيه يعني مش بالشكل المطلوب، ولعب كمان اللعبة دي في الجزيرة وفي الأهلي. ضيف النهاردة بنتكلم عن لعبة الاسكواش، بيتقال عليها لعبة الأمراء والأغنياء، لكن أنا شايف ضيف جواه أفكار كبيرة جدا. أستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد الاسكواش، مشرفني ومنورني. أهلا بيك، متشكر على المقدمة الجميلة. تستحق المقدمة، الحمد لله على السلامة. بقى إيه جايبينك من الساحل؟ أخبار الساحل إيه؟ جميل مية مية جميل. الجو بقى وال أجازة حلوة. أجازة حلوة طيب. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنتم طيبين. مصر طيبة. طفرة كبيرة في الاسكواش، شايفين الاسكواش المصري دايما بيغرد، ولكن لما يغرد على التراك يبقى في احتكار للتصنيف والبطولات وتطور من افضل لافضل لافضل فوق توقعات المصريين، ومع ذلك لا تلقوا الاهتمام الكبير، لكن اسباب الطفره دي واننا نمشي في هذا الشكل الاحترافي الرائع على المستوى العالمي. والله انا يعني هبقى يعني مظلم ناس كتير لو قلت ان احنا عملنا اتحادنا اللي عمل الكلام ده، بس تمام، لانه انا بشوف انه احنا كمصريين بقى عندنا كأسرة الاسكواش عندنا يعني النوهاو بتاع كيفية صناعة بطل الاسكواش. انا افتكر وانا يعني من حوالي 20 سنة كان احمد برادة هو الحقيقة اللي له دور كبير قوي في انه يسحب الاجيال دي كلها ويخليها تحب الاسكواش. اسم حلو احمد برده، اسم جميل طبعا. احمد برده، عايز ابدا بتقرير يخصك الاول. أيوه. واسيبك تتكلم براحتك، تيجي نشوف قوي تقرير سريع ونرجع نتواصل. عاصم خليفة اسم لمع في عالم الاسكواش، هو رئيس الاتحاد المصري للاسكواش من مواليد 15 من إبريل عام 1953. نجح عاصم خليفة في تحقيق قفزات عالمية وغير مسبوقة في لعبة الاسكواش، حتى باتت مصر هي سيدة العالم في اللعبة.
سيطر اتحاد خليفة على كل الألقاب العالمية من ناشئين إلى شباب إلى كبار سيدات ورجال. بات الاسكواش المصري في عهده لعبة تحقق إنجازات بلا حدود. قدم لنا عشرات الأبطال في كل مجال وفئة عمرية. معه أصبحت لعبة الاسكواش محط الأنظار من الجماهير والنقاد وكل العالم. الجميع ينتظر منه البطولات والألقاب ولا شيء غيرهم. الأهلي الليلة يستضيف عاصم خليفة ليتحدث عن عالمية الاسكواش وإنجازاته الرائعة واسكواش الأهلي بجانب همومه ومشاكله. السيد العالم يا مصريين في الاسكواش والبداية والانطلاق من أحمد برادة. فأنا كنت بشوف أحمد برادة قدام عيني وهو طبعا بيلاقوله السبونسر بالعافية وبيلاقوله الملاعب يلعب فيها بالعافية وبيسافر بالعافية يعني عارف بقيت عارف صعوبات. شايف ولد موهبة ولكن بيلاقي صعوبات. فبقيت أفكر دايما انا ما كنتش ليا محل من الاعراب ساعتها. انا كنت تعرف انا طول الوقت بشتغل في مؤسسه الاهرام ويعني مؤسسه الاهرام الحقيقه من المؤسسات كبير جدا اختصت بانها تعمل سكواش. طبعا استاذ ابراهيم حجازي كان من اهم الناس اللي هم عملوا السكواش في مصر من البطولات اللي هو خلى الاهرام يعني تنظمها وحاجه ما نقدرش ننساها. ملعب زجاجي تحت الاهرامات والعالم كله يشوف حاجه يعني طبعا حتى هذه اللحظة هي صورة الغلاف في أي مكان طبعا. فبقيت أما بشوف أحمد برادة بشوف بقول إيه طب إزاي ولد زي ده يعني لو بعد كده يبقى يتجنب هذه المصاعب اللي أحمد برادة شافها. أحمد برادة أدى دور كبير قوي إنه شد أجيال كتيرة زي كده محمد صلاح دلوقتي مثلا تمام يشد أجيال كتير. فلما شد الاجيال دي ابتدى يبقى في مواهب موجوده. ليه؟ لانه احنا يعني ما تقدرش بقى ايه ما اقدرش افسر لك قوي ان احنا عندنا ميزه نسبيه في لعب السكواش. يعني ما تعرفش المصريين لما بيلعبوا سكواش كانك بتتفرج على البرازيل وهي بتلعب كوره. يعني كده على طول يعني بالظبط. فما فيش حد يلعب زيهم يعني. ان اللعبتين دول الكوره والسكواش انجلترا هي اللي طبعا ايه كان لها صاحبه الفضل فيها. واحد البرازيل خدت واحده واحنا خدنا واحده. قال لي كده واحد قال لي بص الانجليز دول عملوا بطوله ويمبلدون. خدوا بطوله ويمبلدون في التنس؟ لا. عملوا كاس العالم في الـ في الـ في الـ في الكوره مره واحده. فهم الحقيقه مبدعين في لكن هم في الاخر ما بيوصلوش بال لا مش ده موضوعنا تمام. لكن هي مفارقه مفارقه يعني من طرائف يعني. اللي حصل بقى بعد كده انه المواهب اللي جت لمصر بقى جت حقيقه مواهب لا حصر لها. ما اقدرش اعد لك عمرو شبانه بقى وعمر بورلوسي ومش عارف وكريم درويش يعني ولاد اجيال ذهبيه من المراقبة برضو. طبعا السيدات هزعلوا منك. لا السيدات احنا عمرنا ما ننسى مثلا جهود الدكتورة سميحة المرحومة الدكتورة سميحة ابو المجد يعني رحمه. يعني هي من اكتر من شارك في تأسيس النشآت والسيدات. اللي عايز اقوله لك ايه ان احنا لما يبقى انت مراقب للموضوع ده فانت كده بتلاقي ايه؟ بتلاقي ان انت تعرف ازاي تصنع بطل. لان خلي بالك البطل السكواش صناعه مصريه صرفه. يعني لا في مدرب اجنبي ولا في ولا خبره ولا 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 خبره ولا مش عارف ما هي الخلطه. احنا عملنا خلطه للعبه. احنا عملنا خلطه للعبه. يعني انت خلي بالك لما تيجي تبص على مدربين الفتنس اللي هم متخصصين في السكواش دلوقتي بقوا مدارس. يعني بقوا ايه مدرب الفتنس في العالم كله رقم واحد النهارده بقى الامريكي. بس خلي بالك بقى ده اللي بيستخدمه في الكوره بتاع السكواش. بتاع السكواش ده
تعالى جيب واحد بتاع مصري مدرب فيتنس سكواش يقول لك كل اللي بيعمله بره ده غلط، انا عندي تمرين تاني. مع حق، لان 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 هو مودي لعبه في حته تاني، بس خلاص ما هو بالزبط. ما يبقى متسيد العالم يعرف يقول الجمله دي بالظبط. بس بالزبط. لا ما 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 فيش جري 400 متر، ما فيش جري مش عارف 100 متر، كلها بيجري 20 متر وبيجري 30 متر، يعني حاجات كلها برضو لما تبص عليه تلاقي عنده حق، عنده منظور وتخصص. التغذيه، دكتور التغذيه له وجهه نظر يقول لك انت عايز واحد يقدر يوصل بسرعه للبيك، يعني كل الصناعه المصريه دي خلتك في الاخر تعرف ازاي تصنع بطل سكواش مصري محدش يعرف يعمل زيه. لما يروح يكتب اسمه في الدرو العالمي يجي ولد صغير كده يقول لك يا انا عندي واحد مصري، يعني انا عندي مشكله كبيره، عندي مشكله كبيره جدا. فعايز اقول لك بقى انه السياسه الممتده والاستراتيجيه الواضحه واستمراريه الهدف هي اللي خلتنا يعني رحنا لمستوى كده الحمد لله، يعني اللي انت شايفه دلوقتي حاجات كلها ادارات. انا لازم اشكر حضرتك يا كابتن عاصم انك بتشكر اللي قبلك وشايف انهم عملوا شغل، وشايف ان تتويج الشغل ده جه معاك ومع مجلسك ومع ادارتك، وشايف ان انتوا برضو بتكملوا وده حاجه تشكروا عليها. لكن عنوان دايما بيتحط، اللعبه دي مش مسمعه في مصر بالشكل الكبير، مقتصره على القاهره الكبرى، فيش محافظات، اصل الغلبان ما يقدرش يعملها، اصل العادي ما يقدرش يمارسها، هي لعبه الاثرياء. الجمله دي ايه وضعها؟ لا هو انا هفسرها لك بسهوله شديده، يعني انت لو انت عايز تلعب سكواش تمارس اللعبه انت مش محتاج الا مضرب، مضرب عادي جدا وجزمه عاديه جدا وتخش تلعب. اما تلعب على سبيل الاحتراف وتبقى على سبيل يبقى انت موهبه، يبقى لازم تشتري بقى حذاء جيد جدا يخليك تجري مش عارف ازاي كويس، ومضرب يخليك تعمل ايه. كل ده برضه حتى على مستوى الاوفيشال يعني تكلفته برضه سهله. لا القصه دي بقى بتغلى معاه، يعني ماشي. بتبقى يعني ساعتها بتبقى لعبه غاليه. كويس، حط في اعتبارك بقى ان احنا ابطال الحقيقيين هم اولياء الامور. ايوه، الاب والام والاسره اللي بيقفوا ورا اللعيب الصغير علشان خاطر عايزين ابنهم يطلع بطل، لانه شايفين في الملعب اللي جنبه في كريم درويش بيلعب، في عمرو شبانه بيلعب، في رنيم الوليلي بتلعب، في نور الشربيني بتلعب، فهو بيبص يقول لك انا شايف ابني وبنتي سهل يبقوا زي دول. بس ايه، هو بقى كمان من 10 سنين شاف ابهاتهم وامهاتهم قاعدين نفس القعده، قاعدين نفس القعده، فهو ما بيستكترش انه يقعد، لا ده بيجيب الدروس يعملها في الملعب ويجيب الاكل ياكل في الملعب. التدريب بيبقى قد ايه يا كابتن؟ يعني تدريب البطل ده بيبقى قد ايه؟ بص لعبه السكواش البطل بيتمرن الصبح وبعد الظهر، والصبح يبقى فيتنس او بعد الظهر يبقى فيتنس، والعكس يلعب سكواش. لعبه السكواش من اللعبات المميزه جدا ان تقدر تقعد تتمرن لوحدك. يعني ممكن تلاقي ولد صغير كده داخل الملعب بيقعد يعمل 100 ستريت جنب الحيط 100، وبعدين يعمل 100 الناحيه الثانيه، كل ده تمرين فبيعمله لوحده. فهو الوقت بالنسبه له ان هو يديله التمرين ويبقى عنده صبر ويبقى عنده جلد على التمرين بيحقق نتيجه. وبعدين بقى بيتفرج، خلي بالك بص الفرجه على الناس الاحسن منه، مستويات احسن منه طبعا، ولعيبه اكبر زي منه زي في الالعاب العالميه لما المصريين بيتفرجوا على نجوم العالم الكبار مثلا، فبالتالي انت النجوم قدامك في نفس الملعب اللي بتتمرن فيه في الانديه المصريه، فشايف التصنيف كله على قيمته مصريين وهم معاك. وعندنا ميزه كمان انه الولاد الكبار اللي هم الابطال ما بيستجبروش ابدا يلعبوا مع الولاد الصغيرين. يعني لو بيشجعوا، لو واحد ماشي كده في نادي الجزيره بس عمرو شبانه ماشي وتلاقي ولد صغير يقول له تعالى العب معايا، يخش ياخد مضرب ويلعب كورتين معاه كده. يعني يقول لك انا لعبت النهارده مع عمرو شبانه ضرب معايا كورتين، ويضرب معاه السيلفي في الاخر مثلا ويخش خلاص كده على التراك. طبعا طبعا طبعا. ف
كل اللي انا بحكيه لك ده انا عايز اقف عند الجمله اللي هيكون اولياء الامور هو البطل الحقيقي. آه في المتابعه ومتابعه ابنائهم وتشجيعهم ولا في المتابعه والصرف؟ الاثنين. انا مش اكذب عليك لعبه مكلفه فعلا جدا. ليه ليه بقى؟ بص بس احنا برضو عندنا ثقافه الدروس الخصوصيه. الثقافه دي سيطرت علينا في الرياضه بقى برايفت في كل النواحي يعني. فانت ايه يا ستي ابنك بياخد جرعه تدريبيه مناسبه لا انا عايزاه ياخد برايفت مع فلان طب يا ستي يعني خلي بالك انا في مره من المرات مامت بطل كبير قوي دلوقتي كلمتني قالت لي كابتن عاصم ابطال توأم اخوات ماشي كمل يا كابتن عاصم انا ابني مش هيجي المعسكر. قلت لها ليه يا فندم؟ قالت لي عشان ده تضييع وقت. قلت لها ازاي بس؟ قالت لي بص انا عامله له برنامج وهو البرنامج ده هيروح يجيب لكم بطوله العالم ويجي. قلت لها بص كلام كبير ابنك لو ما جاش المعسكر مش هيسافر. ده نمره واحد. نمره اتنين لو حضرتك البرنامج بتاعك ده كويس خلاص تعالي اتعاقدي معانا وخليك انت المدير الفني. فضحكت وقالت لي انا متاسفه بس هو لازم يذاكر. بس ده حب زياده يعني بالظبط يعني حب برضه بالظبط لكن ما انا بقدر ان الاولياء الامور بيحبوا اولادهم ده شيء طبيعي لكن انت برضه موجود في اتحاد وعندك مدير فني ومدير فني بيقول تعليمات لازم تتنفذ فالقصه دي قصه لازم ازاي تحققها فلازم تكون عندك حزم طبعا حقيقة طبعا ما أنا يعني في رؤية من حضرتك وتواصل مع الأبطال وأسرهم وكل حاجة لكن برضو الناس اللي بتشوفنا بتقول لك ما احنا نفسنا في الأقاليم يبقى في نفس للقصة دي حتى لتوسيع القاعدة ممكن بمشاركة وزارة الشباب والرياضة الرعاة وأنا عارف أن حضرتك خبير في ده وليك في طوف ده وأضفت في الاتحاد في الرعاية والأمور دي اختلفت برضو بشكل كبير لكن برضو ما زالت بعيدة طبعا ومع مع التكلفة العالية دي واللعبة اللي تكلفتها عالية ما نقدرش نتوسع فيها شوية. بص أنا هقول لك على حاجة مهمة جدا. أنا آسف الناس شايفة إن اللعبة ملعب مثلا يقول لك ده ملعب مش هياخد حيز. هو بص هو في الفترة الأخيرة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة والوزراء القائمين كانوا على وما زال برضه بيسعوا لهذه الاهداف ان هم بيعملوا بنيه تحتيه. يعني انا بشوف انه مثلا في وقت المهندس خالد عبد العزيز عمل كتير قوي يعني ليه ايادي بيضاء على حاجات كتير منها السكواش يعني عمل مثلا في شرم الشيخ مجمع في بورسعيد مجمع في حتت كتيرة اهتم بالبنية التحتية وانا اتمنى ان برضو دكتور اشرف ينهج نفس النهج دكتور اشرف صبحي لانه سبقهم كابتن حسن صقر برضو كان عنده اسهامات قوية جدا جدا في السكواش فانا بتمنى ان لو كل ما يزودوا لي بنيه تحتيه كل ما انا اقدر اتوسع ليه؟ مثلا ما يعني وفقا للكلام بتقول حضرتك البنيه التحتيه دي توجه فين؟ عشان لو طلع حتى مارس ولقينا بطل نقدر نصرف عليه واهله يكونوا انا شايف ان احنا مش ضروري نتمسك بان السكواش يبقى في كل مكان وزمان يعني احنا شايفين ان احنا مثلا عندنا نموذج جيد جدا في طنطا حصل مهندس فايز عريبي شخصية محترمة وعنده ما شاء الله أربع خمس أجيال رائعة من الناشئين ناشئات وطلع أبطال تجربة في تراك تاني جدا جدا وفي طنطا وبلد يعني متوسطة لا يعني عارف الرياضة فيها إيه كورة بالظبط كورة بس طبعا انما عشان انت تلاقي ولاد يخشوا نادي طنطا اللي هو احد اندية الدوري الممتاز يخشوا يلعبوا سكواش دي حاجة تبقى رائعة جدا يعني انا يعني برضو وديت لهم ملعب زجاجي علشان حاسس انه هناك طفرة
طفره من اللاعبين طالعه في طنطا. فطنطا والمحله كان فيها برضو محله كان فيها لاعبين كويسين جدا. طبعا اسكندريه حدث ولا حرج. يعني اسكندريه نادي سموحه ونادي سبورتنج ونادي فرج عامر. نادي سبورتنج يعني عارف من الانديه التي تفرز يعني لاعبين بغزاره. حديثنا على انديه الزوات وده امر بس واقعي. بس خلي بالك يعني انت عايزني يعني هقول لك على حاجه. احنا عندنا ملاعب في مركز شباب الجزيره. تمام. ونفسنا ان احنا نعمل اكاديميه والمركز ده بيرتادوا مثلا كل يوم 10,000 طبعا. انا مش عارف اعمل مدرسه سكواش هناك. ليه؟ عندهم عوائق اداريه وعندهم نقولها وفي وزير كان راجل بيساعد الفتره اللي فاتت واللي جه برضه وزير متفاهم واداره مركز شباب الجزيره. يعني نقول اللي عندنا ونقدر نساعد. يعني هم مش حاسين ان السكواش ده ممكن يبقى اكاديميه سكواش تدخل لهم فلوس وتعمل لنا ابطال. ليه؟ لان انا يعني وانا مغمض كده اقول لك يعني انت لو علقت كده بوستر صغير في مركز شباب الجزيره على عمود قلت في مدرسه سكواش هيجي لك 1000 واحد. تمام. يجيك 1000 واحد. دي حقيقه. يعني نادي الجزيره اللي هو جنبه على طول لو علقت نفس البوستر هيجي لك 100. هنا هيجي لك 1000 وهنا هيجي لك 100. بالظبط. ال 1000 دول سهل تطلع فيهم بطل او اثنين او ثلاثه او خمسه. اقل من 50. مينيموم. انا مش اقل من 50. انا مش عايز ابالغ بالامكانيات البسيطه خالص قبل يعني هتلاقي مواهب خلاص دول انت شايف فيهم البطل. انا مش عايز ابالغ لكن انا بقول لك انا احساسي ان المكان الرائع دوت يفرز ابطال في شتى اللعبات. هل فكر ادارته في التوقيت ده شايفها ان بقى مدارس كوره وياخدوا وقت وياجروا ملاعب ويبقى فلوس جايه بيستسهلوا يستسهلوا انما السكواش بقى عايزه واحد مدرب وعايزه فيتنس وعايزه مش عارف ايه. كل ده موجود والاتحاد ممكن يساعد. ما هو كابتن عاصم ممكن حد بيسمع حركه تقول لي ايه؟ طب ما الكابتن عاصم بيستسهل. ما هو قال كده وما رضيش برضه يقول للناس مره واثنين ويقول للوزاره. انا بستسهل ان انا رحت. احنا نوضح برضه خدت ملعب ملك الاتحاد حطيته هناك بلا مقابل علشان خاطر انا بستسهل. كويس جدا. ده انا رحت حطيت الملعب ده طواعيه من حبي في المكان. نرمي بذره. طب انا عملت كده. تمام. لازم التاني يديني ايد يعني يقدم لي ايد. حلو. طيب بس. نقدم الايد ما نقعد معاهم ونقول يا جماعه عايزين كذا وكذا وكذا. انا قعدت مره 10 وبدل الجواب 20. يبدو انك محبط من الموضوع ده. مش محبط، عايز حد يكون جاد وعايز يخلي السكواش موجود. هو ليه مركز شباب الجزيرة وهو مش قضيتنا تحول لقصة تجارية فقط؟ لا أبدا. يعني الشكل أبداً. العام والحديث دايما عايزين حاجة تجيب فلوس. الموقع عايزين حاجة بيفرض عايزين. نفسه الموقع نفسه موقع خدم كلنا. أنا واحد من الناس يعني الحاجة التانية أن هو برضو يعني أكيد التكلفة الاقتصادية بتقول أنه لازم يحقق حاجة كويس. لكن التكلفة الاقتصادية معمولة عشان يحقق أبطال، عشان يحقق ممارسة للرياضة للشباب، عشان يحتضن الشباب، عشان يقدم لك أبطال. كابتن إيهاب، أنا المدة اللي أنا قعدتها في اتحاد السكواش اتعلمت إن أنا أحط هدف وأحققه. جميل. بالسياسة. لو أنت في أي منشأة مش شايف الهدف فأنت مش هتحققه. أنا شايف الهدف بس هو صاحب المكان مش شايف الهدف. طب انا مش عارف اعمل ايه. لازم يشوف الهدف زي ما انا شايف. الرساله وصلت. ربما البعض بيتكلم عن يعني الدولار وارتفاع الدولار برضه صعب في اللعبه شويه. طبعا طبعا اذانا كتير قوي قوي قوي، لكن احنا برضه يعني كان عندنا الصبر ان احنا قدرنا نتغلب على الموضوع ده بانه في جهات ساعدتنا. يعني في رعاه تقدموا وحسوا ان احنا عندنا ازمه ماليه. البنك الاهلي، الناس طبعا، البنك التجاري الدولي. دي اعلانات بقى فعلا ايه؟ لا مش قصدي يعني رعاه كويسين. بس قصدي اقول لك يعني ايه،
لم نبذل جهدا كبيرا في اقناعهم. ناس هم الناس نفسهم قالوا يا جماعه انتم بتحققوا نتائج ويجب ان احنا نساعدكم. شوفوا انتم عايزين ايه. دي حاجه رائعه طبعا. يعني ما بذلناش الجهد اللي هو انا راجل بتاع ده شغلي يعني طبعا، لكن وعارف الجهد اللي بيتبذل انا ما بذلتوش يعني. رحنا يا جماعه احنا عندنا مشكله، اتفضل قدم خطتك خد الفلوس. عشان انت منور وماشي على تراك حلو، وفعلا يعني 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 اللي ليه واللي ملوش لما بيتفرج، والسكواش خلاص سمعته وشكله وعنوانه معروف. ما هو اكيد. وبعدين أكيد انا عايز اضيف لحضرتك حاجه نورت السكواش اكتر، هي يعني تكريمات سياده الرئيس في الفتره اللي فاتت. اه طبعا انا دي كنت بشوفها انها بتحط سبوت معين جدا. الولاد اتبسطوا طبعا بتحطك في سبوت معين، فبالتالي الوضع اختلف لشكل السكواش حتى من المواطن العادي بقى شايفه في حته تانية. بص احنا الحمد لله الولاد عشان بيسافروا كتير فالمناسبات متكرره، وهم الحقيقه بيبذلوا جهد كبير جدا ورائع، فالنتائج دي لما بتعلن بيقول لك الولاد دول عاملين لنا شكل كويس، عاملين لنا شكل كويس. فالتكريمات بتيجي بقى نتيجه ان ايه يعني، يعني انا يعني من الحاجات اللي بسطتني جدا، رئيس السيسي كان في الصين وكان في بطولة الصين بتاعة السكواش، فقالوا له في ولد كسب كلمه هو هناك. حاجة رائعة طبعا، يعني حاجة بتخلي لك يعني، يعني أنا لما أحط نفسي بدل اللعيب ده أنا هموت نفسي بكرة طبعا. يعني رسالة واضحة. أه؟ ووسط كل المشغوليات دي يبقى فيه اهتمام ده. قالوا له خلي بالك في ولد من عندك بكره هيكسب البطوله عشان ده مصري. فطبعا هو لم يتوانى في انه يكلم، حاجه كويسه جدا طبعا. ده حاجه مهمه وشفناها في اكتر من لعبه بصراحه، واهتمام طبعا طبعا مهم جدا من سيادتك. انا بلاحظها طبعا عشان دي اللعبه اللي انا مسؤول عنها، فببقى حابب قوي ان انا يعني يعني شايف الصدفه الرائعه، فيعني شايف رد الفعل كمان السريع فعجبني يعني حقيقه. عاصم خليفه اللي الاصابه ما كملتش يعني ما خلتوش يكمل حلمه، هل كان في حد معين في اسرته في اولاده في شكل معين شايف انه ممكن يمشي على هذا التراك؟ والله بص انا لعبت على مستوى الناشئين وما كنتش البطل، يعني عمري ما خدت بطوله، بقيت نمره واحد، كنت بخش دور الثمانيه بالكتير، لان انا كان شويه وزني الزياده، بس انا كانت ايدي تقيله يعني واشول، فكان طول الوقت يعني. وبعدين بحب السكواش، انا ما لعبتش سكواش، ما لعبتش اي حاجه تانية غير سكواش من وانا عندي 8 سنين. ما يعني حبيت السكواش ليه؟ يمكن في التوقيت ده ما كنت في التوقيت ده يعني ما كانش منور خالص. هضحكك يعني هضحكك على حاجه، انا والدي الله يرحمه كان بيلعب تنس، قال لي انت وزنك كده تخين تعالى العب تنس، فروحت التنس قمت بلعب كوره كده قمت لعب وقعت على الارض، الناس ضحكت فانا اتكسفت قوي. فقمت ماشي في النادي لغايه ما لقيت صوت طرقعه جامد قوي. ماسكين مضارب برضه؟ لا ما شفتهمش. ما كانش في ملاعب، فبقى الطرقعه دي فين دي؟ جايه منين؟ لقيت ناس بتلعب في اوضه مقفوله كده، قلت كويس قوي على قدي، عايز اخش على قدي مش عايز حد يشوفني وانا بقع. بس فوقعت في غرام هذه اللعبه، حتى والدي يقول لي اما كان يسافر يقول لي اقول له هات لي مضربين سكواش، يقول لي ايه سكواش ديت؟ ومضربين ليه؟ اقول له عشان اللي يلعب معايا هديله مضرب يلعب. بس فطبعا ما لعبتش غيرها. دخلت الملعب ده ما طلعتش. وبعد العمر ده وانت رئيس الاتحاد والانجازات الكبيره، شايف ازاي نحافظ على التراك ده؟ شايف امتى اللعبه دي رغم الكلام الفترة اللي فاتت كان كتير عليها تدخل الأولمبيات، إيه الجهود اللي بنعملها؟ لأن إحنا لو اللعبة دي دخلت معانا الأولمبيات هتفرق معانا بشكل كبير جدا. طبعا. هو بص إحنا عندنا السنة دي الجمعية العمومية لاتحاد السكواش سنويا بتنعقد. تمام. السنة دي في أكتوبر هتنعقد في مصر. يعني هم قالوا لنا إحنا عايزين تبقى عندكم. تمام. احنا بنتوقع ان شاء الله يعني ان يكون
عندنا فرصه في 2024 في باريس سكواش تكون دخلت اولمبياد ان شاء الله. ليه؟ لانه خلي بالك البلد اللي بتلعب فيها الاولمبياد بتلعب دور كبير قوي في انها تجتذب العاب جديده. تمام. فرنسا من البلاد اللي بتصرف على السكواش كويس يعني زينا كده. احنا مش بنصرف على سكواش كويس بس لكن عندنا ابطال سكواش. عندنا ابطال سكواش. لكن هم عندهم دايما في اهتمام. اهتمام وناشئين وكل ما. انجلترا. لا. انجلترا اقل في الاهتمام. لا 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 لا. لا, لا. رغم البطولات اللي بتقام في انجلترا. بص بطولات علشان يعني يحصل فيها مثلا مكاسب ماديه انما ما فيش ابطال انجليز يعني على القدر الكافي يعني. لكن في اهتمام بالبطولات فيها ماشي ده لكن اتحاد انما ما فيش ابطال يعني يعني هم مش مهتمين بالناشئين في انجلترا بالدرجه الكبيره يعني. لكن فرنسا مهتمه جدا احنا كل بطوله ناشئين نروح نلاقي قاعده يعني نلاقي اولاد من فرنسا بيلعبوا جامد وبينافسونا. ففرنسا عندها اقرب المنافسين بالمناسبه اقرب المنافسين لينا في اللعبه دي مين؟ بص هي الخريطه بتاعت السكواش بتتغير كل شويه يعني ما هي ثابته. يعني ممكن اقول لك امريكا جايه عندها لعيبه كويسه. شرق اسيا جايه عندها ماليزيا وسنغافوره وهونج كونج في لعيبه كويسه جدا. كل كده كام سنه يطلع من المكسيك اكوادور حد يخش تراك ويطلع واحد يخش واحد كده ملوش حل يعني ويخش ويطلع يعني. ف اوعى تفتكر ان الناس هتقعد تتفرج علينا واحنا قاعدين نكسب كده. لا طبعا طبعا الناس هتحقد علينا جدا وهتتضايق مننا جدا وهتقعد تقول لك المصريين دول ايه بقى اللي هم ماسكين لي كل حاجه في السكواش ايه حكايتهم وهيقعدوا بقى ايه يطلعوا اجيال ويزقوا الاولاد وده طبعاً. بيحصل جدا يعني بيحصل طبعاً. في كل حته يعني انا زملائي انا مسافرش كتير يعني بس زملائي لما بيسافروا باخد منهم انطباعات ان الناس متضايقه من العيال ولادنا اقول لك ده محتكرين فوق إيه وتحت يعني ورجال وسيدات إيه وناشئين يعني سيبوا لنا حاجه كان في زميلي اشرف قناوي مهندس اشرف قناوي كان مسافر في بعثه الهونج كونج فبيقولوا انتوا ايه 20 واحد جايين ليه 20 واحد؟ انتوا ليه يعني جايبين 20 واحد يعني؟ طبعا خدنا قشينا طبعا بتاخد المراكز الاولى كلها نمسك الخشب يعني الحمد لله الحمد لله فقال لي ربنا يزيد ويبارك قال لي اصلا الناس بتبقى بصلنا على اننا جايين ناخد الميداليات ونروح فده بيحصل يعني فدي الخريطه اللي بتختلف بالذات برضه لما بتبقى دوله عامله بطوله ونفسها اي حد من عندها يخش يعني في المراكز بس مش هنسيب الحاجة مش هنسيب ان شاء الله بس يعني احنا عذرينهم بس لا مش هنسيب يعني تحت اي ظرف الظروف مش هنسيب ان شاء الله مش هنسيب لكن حضرتك متوقع في الجمعية العمومية اللي جاية في شهر 10 يبقى في كلام وتبقى الـ يعني باريس 2024 دي بداية ان شاء الله ليه لان فرنسا هتعمل بريشر جامد اللجنة الاولمبية في فرنسا هتلعب على الكروت اللي هي بقت فيها تقدر تعمل حاجة لا بقى. هيبصوا هيقول لك ايه والله اصل احنا لو دخلنا السكواش عندنا في ولد ممكن ياخد ميداليه طب يبقى ندوس على السكواش شويه كويس اما كنا في طوكيو في طوكيو من كام سنه الاتحاد الدولي السكواش غلط طب يا عم انت دلوقتي طوكيو جايه امسك ولد كده ياباني وننفخ فيه شويه وعشان يقولوا ده الواد ده جايز يجيب لنا ميدالية كويس ما حصلش الكلام ده انما احنا هنعمل كده ان شاء الله في فرنسا طبعا هنخبي شويه عيال كده يعني نسيبهم يعني نسيبهم برضو ايه عشان ونعرف نقطفهم بعد كده يعني ده لازم فطبعا انا يعني بص اللي انا بقوله لك ده اللي هو السكواش خلي بالك لثلاث دورات سابقه كان على وش القفص يعني يخش ويحصل ده الحديث يعني 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 انت السنه المره اللي فاتت مثلا ازاي ياخدوا الواحد تزحلق ويسيبوا السكواش حاجه يعني كم واحد في العالم بيلعب الواحد تزحلق بالظبط حاجه يعني برضو
يعني مش طبيعيه برضو الرعاه والمعلنين طبعا فلوس والدول برضو اللي فلوس. بتستضيف برضو يعني هي لعبه في الاخر برضو لازم ليها ضغوط. لا هي بص لازم اللعبه تكون تلفزيونيه, وده دلوقتي الاتحاد الدولي بيبذل كل الجهد في انها تبقى تلفزيونيه تبان كويس. يعني ده يعني ما تزعلش مني يعني او انا مش عايز حد يزعل. اتفرج على ماتش تنس انت بتستمتع بيه, اتفرج على ماتش سكواش انت برضو بتقعد عينك تبقى نفسك تشوف الكره الصغيره دي قوي. لا هم دلوقتي بيحاولوا يكبروها شويه يخلوها لونها ابيض. النقل برضو التلفزيوني يختلف فيها, الكاميرات تبقى فلاتر مش عارف ازاي. فكل دي كلها حاجات من شأنها تعظيم ان الرؤيه تبقى جيده بالنسبه للسكواش. اتحاد دولي للسكواش يعني يبدو كده ان هو مركز قوي, هيركز. هو الحقيقه مركز حاليا يعني هو جاب شركه كبيره, شركه علاقات عامه دخلت, كان لها تجربه ناجحه في الاولمبياد السابقه. وقالوا بص احنا عايزين ندخل, واحنا حاولنا بكده وفشلنا. فادوها فلوس كتير, فزي ما عملتوا مع اللعبه دي اعملوا معانا. ففي يعني جهد علمي وجهد كويس جميل يعني من كل الاتجاهات. السكواش يعني خريطه البطولات المصريه بقى, واحنا اسياد العالم كده, الخريطه دي كافيه ولا البطولات في مصر لازم تزيد شويه؟ بص انت لو بتتكلم على النشاط المحلي, النشاط المحلي احنا عندنا حوالي 18 بطوله في السنه. ده رقم شكليا كبير. ده لا هو كبير لان انت لما تتكلم على الاولاد الناشئين يعني عنده بطوله ونص في الشهر. فده هيذاكر امتى يتمرن امتى؟ يعني ما عندوش وقت يتمرن وده في خطوره. ما عندوش وقت يذاكر وده طبعا ده في خطورتين بالبيت المصري. فطبعا انت ايه, انت محتاج عندنا في الاتحاد في لجنه مسابقات ابتدت تعكف على انها تعدل في نظام المسابقات بحيث ان احنا نخلي اللاعب يلعب مثلا ايه 8 بطولات 9 بطولات. جميل. علشان خاطر ويبقى عنده نفس المستوى. طبعا. علشان خاطر يحقق ويبقى عنده وقت ويلعب ويتمرن. فدي بعدين النشاط المحلي عندنا قوي جدا. قوي جدا يعني انت يعني خلي بالك احنا عندنا في صحفية انجليزية بتيجي تغطي النشاط المحلي. عايزين يعرفوا سر الخلطة برضه. بتيجي مخصوص تيجي تبص على الولاد تقول لك بص ده في ولد جديد طالع تحت 11 سنه, ده في بنت طالعه تحت 13 سنه, تقعد تصورها وبتاع. هي بتاخدها على انها ده بالنسبه لها حاجه يعني فوركاست جامد, يعني انها طبعا تحس ان البنت دي قالت عليها من سنتين والبنت بطلت عالم. فطبعا دي بالنسبه لها طبعا. فالصحفيه دي ما جاتش هنا عندنا هباء, لا هي طبعا جايه بتقول لك ده اقوى نشاط محلي في العالم, فانا جاي عشان اغطي وتشوف التجربه. في سكواش سايت يعني ده موقع مهم جدا, من اهم المواقع اللي هي يعني تقريبا الاهم في ان هو تقرا عليه سكواش. يعني شايف ان الاعلام المصري مش مدي السكواش حقه, مفيش الاهتمام الكبير زي ما بتقول كده. في صحفيه انجليزيه جت غطينا يعني, وممكن ما تلاقيش جنبها قاعد صحفي واحد او صحفيه واحده مصري بتتابع نفس التغطيه. انا جاي من مؤسسه صحفيه يعني انا طول عمري في جريده الاهرام. طبعا مؤسسه العريقه. ال- 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 الاهتمام بالسكواش بياخد كيرفات يعني. الكيرفات مبنيه على ايه؟ مبنيه رئيس التحرير ده بيحب السكواش ولا لا؟ رئيس قسم الرياضي ميول شخصية يعني ما فيش حابب الكابتن عاصم, ما فيش حاجة بحب عاصم, حابب لعيب عاصم جدا يعني بيقول لك عاصم ده يعني هو اكمنه من الاهرام يعني هنقعد نكتب عليه حاجات كده يعني ما لهاش علاقة ببعضيها. انما 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 بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة يا استاذ عاصم. اعتقد أنا المواقع الالكترونية بتهتم جدا دلوقتي. ما هي كل الصحف ووسائل الاعلام بقى ليها مواقع الكترونيه. كان عايز اقول يعني احقاقا للحق, البطولات الكبيره والانجازات اللي بيعملوها لعيب السكواش بتخلي الناس كلها تجري وراه. وبقول لحضرتك الخريطه بتتغير بشكل كبير, تكريم سياده الرئيس لعيب السكواش خلى حتى
الإعلاميين والإعلام يهتموا بالشكل الكبير في رسائل بتبقى واضحة. ما هو عارف يا إيهاب، بص أنا يعني مكسوف أقول لك أو محرج أقول لك إن إحنا الحقيقة الحمد لله فرضنا نفسينا على عجبان الكلمة يعني على الموقف عجبان يعني مش عايز الناس تفهمني غلط، بالعكس بالعكس زملائي كلهم حبايبي الصحفيين والناس كلها دول يعني إحنا محتاجينهم، لكن أنا شايف إن في حاجة أكبر بتشدهم اللي هي كورة. لكن ما يمنعش أبدا إن أنا أبقى يعني أخد سلايس كده صغير موجود والله، يعني مش عايز أكون طماع، لكن أنا يعني ما ينفعش أخد بطولة عالم في الهند أول تاني تالت رجال وناشئين، أول تاني تالت ناشئات، بطل العالم فرق، محدش يكتب خبر في أي جورنال، حاجة برضو يعني مزعجة جدا برضو يعني. ربما الاتحاد ما بيبعتش النشرة بتاعته، يعني بنقول في بعض الناس بتكسل، الاتحاد نفسه ما بيبعتش النشرة بتاعته. طب ازاي يكتبوا على التتر وما يكتبوش في الجورنال؟ يعني ممكن بيحصل تجاهل. يعني بص انا مش زعلان، انا مش قصدي مش زعلان يعني، بالعكس رسالة رقيقة، يعني انا بحس ان انا حقي بيجي لي كاتحاد يعني. يعني هقول لك على حاجة، لما الشيخ راشد محمد بن راشد بيكلم واحد هو بيعمل جايزة، بيكلم واحد صديقي بيقول له الجماعة المصريين عاملين في السكواش، أولا الإمارات دي ما فيهاش سكواش، فيها سكواش عشان فيها شويه ناس انجليز بيلعبوا، تمام، بيلعبوا كده عواجيزي كده وخلاص بيتسلوا يعني، وانا نفسي اجيبهم في الاتحاد العربي مش عارف، تمام، سيبك من الموضوع ده. فبيقول له جماعه دول لازم يتقدموا عشان ياخدوا جايزه، دول اكيد هياخدوا جايزه. فالراجل صاحبي ده قال لي عاصم انا عايزك تقدم في جايزه الشيخ محمد عشان انا حاسس ان هو معجب جدا بالسكواش المصري. فانت يعني الراجل ما بيقراش جرايد طبعا ولا ده هو بيسمع شايف طبعا، فدي حاجه يعني عارف دي لوحدها ما تنيمنيش من الفرحه طبعا، بقى سعيد جدا طبعا. يعني بقول لك يعني مش عايز اقعد نتكلم في موضوع الاعلام ده كتير، لكن زاوية برضو حضرتك قدمت رسالة رقيقة جدا للإعلام لأنك يعني واحد من أسرة الإعلام. بالظبط، يعني أنا مش عايزهم يخصصوا مساحات، أنا عايزهم معلومة مش طالب كتير، بولت معلومة كده يعني، معلومة بس حاجة صغيرة يعني. أستاذ عاصم خليفة رئيس حد سكواش، الوقت معاك بيمر سريعا، لكن لو حضرتك عايز تضيف أي حاجة أو تقول حاجة ما قلناهاش. لا والله متشكر لدعوتكم دي قوي قوي. أنا اولا يعني النادي الاهلي بالنسبه لي بقول لك انا نادي لعبت فيه مده طويله وانا سعدت بيه، وانا بشوف المنظومه بتاعته حتى في السكواش زيها زي الكوره زيها زي الهاندبول. اللي بيعجبني انهم بيبقى عندهم سيستم وعندهم طريقه، والطريقه دي بتولد ابطال، وبيساعدوني كاتحاد ان انا الاقي ان عندهم السيستم ده اللي هو نفسي ان هو يكون موجود في حتة تانية كتير. انما انا من دايما المعجبين بانه يعني شايف مجمع رائع في سكواش في نادي الاهلي، شايف مدربين احسن مدربين في مصر، نادي الاهلي لا يبخل لانه، وخلي بالك النادي الاهلي برضو عمل حاجة كويسة قوي، هو بيعوض فترة كان ما عندوش ملاعب فيها. كان الملاعب كان زمان أربع ملاعب أو ثلاث ملاعب تأدوا، حصل مشكلة مع المحافظة ومش عارف إيه كده لونج ستوري يعني، لكن بعد كده نجح إنه يعمل المجمع ده. المجمع ده أكيد هيطلع أبطال لا حصر له إن شاء الله. فبتمنى إن دايما النادي الاهلي يبقى عنده ابطال سكواش كما عودنا من قبل يعني. ان شاء الله. استاذ عاصم خليفه شرفتني ونورتني. متشكر جدا. شكرا جدا لدعوتكم الكريمه. شكرا لحضرتك. اكيد لسه مكملين واكيد عندنا كلام كتير جدا لاننا في الاهلي الليله
واكيد عايز اروح لزميلي محمد سعيد. شكرا لك زميلي ايهاب الخطيب، والشكر موصول ايضا لضيف رئيس الاتحاد الاسكواش ولعبه الاسكواش، بالتاكيد من الالعاب المميزه جدا، وكان احد رواد هذه اللعبه ورئيس الاتحاد للعبه في سنوات طويله. لكن بالطبع الفقره القادمه فقره مختلفه، اللي احنا بنتكلم عن نجم كبير، نجم في النادي الاهلي، وكان من اللاعبين المميزين في خط الدفاع في فتره الثمانينات واوائل التسعينات. حقق العديد من البطولات مع النادي الاهلي ودرب العديد من الفرق. هو صاحب التجربه التي ذكرت في التاريخ وقيل فيها ان التلميذ يتفوق على الاستاذ، عندما كان يقود فريق وادي دجله للفوز على فريق المقاولون العرب، والمقاولون العرب كان يقوده وقتها المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني الكابتن حسن شحاته، واستطاع الكابتن حماده صدقي وهو مدير فني لوادي دجله ان يفوز على المقاولون العرب وعلى الكابتن حسن شحاته، ليؤكد المقوله ان التلميذ يستطيع التفوق على استاذه. درب العديد من الانديه، لكن بدا مشواره بنادي الحزم السعودي، وكان مدرب مساعد في المنتخب الوطني الذي حقق العديد والعديد من الالقاب القاريه. النهارده عيد ميلاد الكابتن حماده صدقي، نجم دفاع النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني والمدرب الواعد والمدرب الاسطوري في تاريخ الكره المصريه. نخرج الى هذا التقرير الصوتي عن الكابتن حماده صدقي، ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير. ويفوت ويحمد تخبط وتطلع تخش جوه الجول حماده صدقي. حمادة صدقي ولد في 25 من أغسطس عام 1961، الصعيدي الذي بزغ نجمه وأصبح قلبا لدفاع منتخب مصر والنادي الأهلي بعد تألقه في مسقط رأسه بنادي المنيا. بدأ حمادة صدقي تاريخه الكروي بنادي المنيا، صعد معه للدوري الممتاز عام 1981 للمرة الثالثة في تاريخ نادي عروس الصعيد. تألق حمادة صدقي فضمه الراحل محمد عبدو صالح الوحش لصفوف المنتخب القومي المصري، ساهم في صعود منتخب مصر لدورة لوس أنجلوس الأولمبية، ومثل مصر فيها عام 1984. ظل حمادة صدقي في منتخب مصر ومثله في نهائيات كأس أمم إفريقيا عام 1986 والتي أقيمت بمصر، وفاز بها منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني مايكل سميث، وانضم للنادي الأهلي في نفس العام. لعب حمادة صدقي للنادي الأهلي حتى منتصف التسعينيات، فاز معه ببطولات عدة من أبرزها دوري أبطال إفريقيا عام 1987، الكأس الأفرو آسيوية عام 1989، بخلاف الدوري والكأس المحليين. ويفوت والحمد تخبط وتطلع تخش جوه الجول حمادة صدقي. بعد اعتزاله دخل حمادة صدقي مجال التدريب، درب في منتخبات الناشئين وبعض الأندية بالدوري الممتاز من أبرزها نادي سموحة الذي وصل به لمركز وصيف الدوري الممتاز موسم 2013-2014 خلف النادي الأهلي. كان من أبرز إنجازاته على مستوى المنتخبات حين حقق ضمن جهاز منتخب مصر الفوز بكأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية من 2006 وحتى 2010. كل عام وانت طيب يا كابتن حمادة. ويفوت والحمد تخبط وتطلع تخش جوه الجول حمادة صدقي. اهلا بكم من جديد، وزي ما سمعتوا وشفتوا في هذا التقرير كابتن حماده صدقي بيحتفل اليوم بعيد ميلاده 57 سنه. كابتن حماده صدقي من انتصارات وبطولات، درب العديد من الانديه المحليه لدرجه انه قاد فريق سموحه في فتره من الفترات، وكاد يقترب من التتويج ببطوله الدوري العام في اللحظات الاخيره لولا النادي الاهلي، اهلي بلس 90 قدر يفوز على سموحه او قدر يتعادل مع سموحه في الجوله الاخيره، واستطاع الاهلي بعد العديد من المباريات في الدوره الربعيه ان يفوز ببطولة الدوري العام. وبالتالي كابتن حمادة صدقي عبر مشوار طويل جدا مع الأندية التي دربها سواء سموحة أو وادي دجلة أو حتى مع منتخبنا الوطني، كان عنده مشوار كبير جدا مع كابتن حسن شحاتة في فترة تتويج بطولات عديدة جدا مع منتخبنا الوطني في الفترات الماضية. هو مدافع متميز جدا، لكن في التقرير القادم كابتن حمادة صدقي بيتكلم بنفسه النهارده بقى في عيد ميلاده 57. نخرج لهذا التقرير ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير.
سنة جديدة في حياتي يعني، بقول الحمد لله على كل شيء طبعا، وسعيد موجود في وسطكم النهاردة، وعيد ميلادي معاكم. أكيد كل فترة طبعا الواحد بيبقى عنده طموحات، بيجدد طموحاته، أهداف كثيرة في حياته على المستوى الشخصي، على المستوى العام، على مستوى الشغل، على حاجات كثيرة طبعا من الخبرات اللي الواحد خدها. أكيد بفكر في حاجات كثيرة قدام في المستقبل، في أزود طموحاتي في على مستوى العمل كمان يعني. بأتمنى ربنا يكرمنا ويوفقنا في الفترة الجاية إن شاء الله. طبعا حياتي كلها كانت موجودة في النادي الأهلي، طبعا المنيا طبعا الأول، وبعد كده النادي الأهلي حاجة كبيرة بالنسبة لي، مشوار كبير قضيته في النادي الأهلي، لعبت 8 مواسم مع بطولات كثيرة، عملوا حاجة اسمها حمادة صدقي، اسم حمادة صدقي من خلال المنيا ومنتخب والنادي الأهلي، طبعا ليه دور كبير في اسم حمادة صدقي، فأنا سعيد موجود بينكم النهاردة يعني. والله لو اتكلم على المسيرة التدريبية يمكن كانت أحسن فترة بالنسبة لي هما فترتين، فترة كنت بساعد كابتن حسن في منتخب مصر في المنتخبات يعني، مع كابتن حسن شحات حققنا 3 بطولات، مع كابتن شاو غريب في 2001 خدنا 3 العالم للشباب، يمكن في الأندية مع نادي سموحة حققت وصيف دولي ووصيف كاس، فدي كانت بالنسبة لي أحسن مدرب 2014، فدي ده من المحطات الجيدة في حياتي يعني. والله كل بطولة أو كل إنجاز بتعمله على مستوى العمل بالنسبة لي بيبقى يوم جديد بالنسبة لي وطموح جديد، بيبقى سعيد جدا لما بحقق أهداف على مستوى الشخصي ليا في شغلي، أكيد ده بيبقى حدث بالنسبة لي جيد طبعا. بشكر ولادي الحمد لله كلهم اتخرجوا دلوقتي، وعندي حفيد جميل اسمه يحيى بقضي وقت كل معاه، فبقول لهم رساله شكر وتقدير، والناس دي وقفت معايا في اوقات كثيره وهم دفعوني النجاح الحمد لله، هيقول المناخ جيد ده اكيد طبعا لازم اقول لهم الشكر طبعا. اهلا بكم من جديد، بعد ما سمعتوا وشفتوا هذا التقرير مع كابتن حماده صدقي، كل سنه وانت طيب يا كابتن حماده، بالتاكيد ان شاء الله الفتره القادمه باذن الله يكون لك دور كبير جدا في الدوري المصري وقياده العديد من الانديه زي ما حققت انجازات طيبه مع العديد من الانديه ومع منتخبنا الوطني، بدايه حتى من 2001 مع كابتن شوقي غريب برونزيه كاس العالم في الارجنتين، والاستمرار مع المنتخب الاول وتدريب عدد الانديه المحليه اخرهم نادي انبي. الفقره القادمه فقره مختلفه النهارده، السبت الممتاز، الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه، عندنا احداث كبيره جدا، لكن في هذه اللحظه بينضم لي طبعا على الهواء مباشره زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. عمر اولا برحب بيك، والنهارده يعني النهارده في احداث كتيره وفي ماتشات مهمه، وبالتاكيد فوز ليفربول بالتاكيد بالنسبه لنا حدث مهم، هدف محمد صلاح بيقترب من المنافسه مع ساديو ماني في صداره الهدافين، وعندك تفاصيل كتيره واخبار كتيره النهارده من الدوريات الاوروبيه. طبعا محمد بشكرك شكرا جزيلا، زي ما انت قلت هاخد من كلامك هدف مهم جدا لمحمد صلاح، بيكون بمثابة 3 نقاط مهمة جدا لفريق ليفربول. ليفربول بيتصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتي بهدف لكل فريق مع فريق ولفرهامبتون الشرس والعنيد جدا. زي ما انت قلت محمد صلاح بدأ ينافس ساديو ماني، وزي ما احنا متعودين وطبعا مستنيين من محمد صلاح انه يبدأ الدوري زي ما نهى الدوري الموسم الماضي، ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكمان ينافس على جائزة الهداف، فكل التوفيق أكيد لمحمد صلاح ولكتيبة ليفربول. تاني يا محمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في الأهلي الليلة، أكيد ومن قبليك الأستاذ إيهاب الخطيب أيضا زميلنا العزيز. نبدأ مع حضراتكم فقرة الكرة العالمية في الأهلي الليلة و السبت الممتاز للدوري الإنجليزي، وبداية لمحمد صلاح ومباراة ليفربول اللي انتهت من كانت بدايتها الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، كانت أمام فريق بيرنلي، والمباراة انتهت بهدف ليلى شيء أحرز
هدف ليفربول الوحيد. ده لاعبنا المصري افضل لاعب في الدوري الانجليزي وافضل لاعب في افريقيا وهداف الدوري الانجليزي. ليفربول وبرايتون والمباراة انتهت 1-0. محمد صلاح اللي احرز الهدف، اكيد طبعا هدف رائع جدا. ليفربول بدا يعود للمنافسة فعلا على اللقب. ليفربول من زمن بعيد جدا ما حققش بطولة الدوري، وهل يستطيع يورجن كلوب انه يعيد امجاد ليفربول تاني؟ ده سؤال اكيد كلنا يعني متطلعين لعودة ليفربول الى الامجاد والى الانتصارات على الصعيد المحلي، ان يكون في منافسة شرسة من ليفربول على الدوري. ده اللي احنا شفناه النهارده، شفناه من بداية التعاقدات الصيفية بنابي كايتا، طبعا واحد من اللعيبة المميزة جدا جدا اللي فعلا كان يستحق ان احنا نصبر عليه. بتكلم على مشجع ليفربول، بتكلم على عاشقي لاعب المصري محمد صلاح اللي كانوا مستنيين ويشوفوا يتوج بيه الدوري الانجليزي علشان يبقى من ضمن اللعيبة الكبار اللي حققوا لقب الدوري الانجليزي كلاعب وافضل لاعب كمان في الدوري. وان شاء الله ربنا يتمم له على خير ويقدر ان هو مع فريق ليفربول ومع يورجن كلوب المدرب المميز جدا جدا اللي بيقدر يخرج من كل لاعب افضل ما فيه وكمان يطور من مستواه مع فريقه، سواء كان في بروسيا دورتموند من قبل او يورجن كلوب مع فريق ليفربول. ويعني الدوري الانجليزي كانت اولى اللقاءات، وولفرهامبتون بيلعب مع مانشستر سيتي ومان سيتي تعادل 1-1. يعني بنتكلم على ان وولفرهامبتون كان اللي متقدم في بدايه المباراه ومانشستر سيتي هو اللي بينجح انه يحرز هدف التعادل. اما ارسنال وويست هام يونايتد واول فوز ليوناي امري على ملعبه مع فريق ارسنال، القرعه كانت ظلماء جدا، لقاءين غايه في القوه، مانشستر سيتي اول لقاء يلي تشيلسي اللقاء الثاني، وكانت طبعا النتيجه خسارتين في اولى المباراتين لامري مع فريق ارسنال. غياب تام لمحمد النني، محمد النني طبعا غاب عن المباراه، دي ثالث مباراه النني ما يكونش موجود فيها. هو امري مقتنع، عنده قناعات ان اللعيبه اللي موجوده حاليا في نص الملعب او بتلعب في نص الملعب هي دي اللعيبه الامثل ليه في اختياراته، وبالتالي محمد النني بيغيب عن مباراه ارسنال. وانا عاجبني جدا محمد النني ان هو دايما مقاتل ومحارب وبيحاول ان هو يكون في دايما يعني منافسه ما بينه وبين زمايله، ان هو عنده نفس طويل وان هو مش بيستسلم بسهوله، ودي من سمات لاعبي كره القدم اللي بينجحوا على المدى الطويل. ساوثهامبتون وليستر سيتي، ليستر سيتي بيفوز 2-1 على ساوثهامبتون، وهادرسفيلد بيتعادل مع كارديف سيتي 0-0. رمضان صبحي كان خارج ال 18، ما كانش موجود في التشكيله الرئيسيه ولا كان موجود حتى على مقاعد البدلاء، وكان بيشارك زمايله من خلال الانستغرام ستوري، نزل ستوري للمباراه وهو بيتفرج عليها لكارديف سيتي و هادرسفيلد، والمباراه انتهت 0-0. هادرسفيلد بدايه لسه مش موفقه، لكن نتمنى ان يكون في توفيق، وكمان يكون في توفيق مش للفريق بس، لرمضان صبحي ومشاركته مع الفريق. وبورنموث وايفرتون 2-2 في مباراه مثيره جدا. اما ليفربول بيفوز على برايتون 1-0 بهدف لنجمنا المصري في الدقيقه 23 محمد صلاح. وده بالنسبه للدوري الانجليزي. الدوري الاسباني بنتكلم في ديبورتيفو الافيز وريال بيتيس، كان 0-0، واتلتيكو مدريد وراي فايكانو. بنتكلم ان لسه المباراه شغاله، هنوافي حضراتكم باخر التفاصيل الخاصه بمباراه اتلتيكو مدريد وراي فايكانو. اما المباراه المنتظره في الدوري الاسباني اللي هتكون الساعه 10:15 بالتوقيت القاهره، يعني بنتكلم بعد 50 دقيقه من دلوقتي، هي مباراه بلد الوليد وبرشلونه، واكيد مباراه هتكون ممتعه. جانب الاسباني برشلونه ميسي وكوتينيو وعثمان ديمبلي وفيدال ولاعيبه على اعلى مستوى هتكون موجوده في المباراه. ريال مدريد هيلعب بكره ان شاء الله في الدوري الاسباني. المباراه او الدوري الايطالي، يوفنتوس ولاتسيو، وتاني ظهور لرونالدو في الدوري الايطالي. يوفنتوس بيفوز على لاتسيو 2-0 وغياب تام لرونالدو في العمليه التهديفيه. يوفنتوس احرز بيانيتش في الدقيقة 30 ومانزوكيتش في الدقيقة 75، وزي ما قلت لحضراتكم ان رونالدو بيغيب عن التهديف. رونالدو اللي تابع مباراة يوفنتوس ولاتسيو هيلاقي ان رونالدو عليه ضغط كبير جدا، ضغط رهيب، هو بيفكر في كذا تفكير، بيفكر اولا في وجوده في يوفنتوس، ثاني حاجة المنافسة على الألقاب وتحقيق بطولات سواء الهداف او سواء افضل لاعب او سواء
حاجات كتيرة جدا جدا بيفكر فيها، فبالتالي هدف لرونالدو هيفك كل الضغوط اللي موجودة عليه، وهيبدأ ان هو يرجع رونالدو اللي كنا بنشوفه دايما مع فريق ريال مدريد. ممكن يكون وجوده مؤثر مع الفريق ان هو موجود في الملعب، فده بالتالي بيشغل لعيبة موجودة في أرضية الملعب، وبيشغل مدرب مدير فني لما يلاقي رونالدو موجود في التشكيل الأساسي أكيد طبعا هيعمل له ألف مليون حساب، مش بس لاعب اللي هيلاقي رونالدو، لا ده ممكن لاعب واثنين وثلاثة على حسب الموقف، على حسب وضعه في الملعب، على حسب المواقف اللي بتحط فيها رونالدو مع فريق يوفنتوس. مباراة اللي شغالة حاليا مباراة قوية جدا جدا، مباراة نابولي وميلان، أيضا هنقول لحضراتكم كل ما هو جديد خاص بنتيجة مباراة نابولي وميلان. امبارح كان في أولى لقاءات فريق بايرن ميونخ مع هوفنهايم في الدوري الألماني، وبايرن ميونخ افتتح التسجيل وافتتح أولى لقاءاته في الدوري الألماني بفوزه 3-1 على هوفنهايم. والنهاردة كان في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بيفوز على أونجي 3-1، اللي سجل الأهداف الثلاثي المرعب كافاني ومبابي ونيمار. ويعني بنشوف باريس سان جيرمان ما عندوش مشكلة في الدوري الفرنسي، لكن عنده مشكلة في دوري الأبطال، هنشوف هل هيستطيع أن الموسم ده يحقق أو يوصل لمدى بعيد على الأقل المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ولا لا. ده اللي احنا نعرفه مع بداية الشامبيونز ليج اللي هتبدأ في سبتمبر إن شاء الله. يعني هنتكلم شوية على دوريات الخاصة بلاعبين المحترفين. الدوري التركي عندنا تريزيجيه بدأ مع قاسم باشا يوم الاثنين الماضي في أولى لقاءاته أمام فريق اسطنبول بشاك شهير، وقاسم باشا فاز 2-1، وتريزيجيه لعب المباراة بالكامل لكنه لم يحرز أي أهداف. عنده مباراة بكرة إن شاء الله فريق قاسم باشا في الدوري التركي، نتمنى إن شاء الله أن تريزيجيه يقدر أنه يقدم مستوى طيب وكمان يعني يقدر يفيد زمايله والفوز بثلاث نقاط. الدوري اليوناني الدوري اللي بقى كله مصريين، الدوري اللي بقى عندنا يعني معظم اللعيبة موجودة فيه بسم الله ما شاء الله، أربع خمس لعيبة موجودين فيه ولسه العدد ممكن يزيد في السنوات القادمة. قبل كده كان عندنا طبعا أشهر المحترفين المصريين اللي موجودين في الدوري اليوناني، كابتن مجدي طلبة مع فريق باوك، شيكابالا قبليها كان عندنا أمير عزمي، كان أمير عزمي مجاهد، كان عندنا كابتن حسام وكابتن إبراهيم، كلهم نجوم كانوا متألقين في الدوري اليوناني. كمان الدوري اليوناني بدأ لسه أول جولة بدأت فريق باوك طبعا في وجود عمرو وردة بيفوز بنتيجة 1-0. عمرو وردة لعب اللقاء بالكامل، عمرو وردة بعد إحرازه هدف التعادل لفريق باوك كمان فريق بنفيكا في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. أعتقد أنه بدأ يعني ياخد عيد مدربه، وبدأ أن المدير الفني يهتم بيه أكتر. كان بدأ اللقاءات بعد عودته من بطولة كأس العالم، ما كانش فيه اهتمام من المدير الفني لفريق باوك لعمرو. هنعرف اكتر عن فريق باوك، وهنعرف اكتر عن الدوري اليوناني، واخبار احمد حسن كوكا في انتقاله لأولمبياكوس من زميلي العزيز المذيع في اذاعه متروبوليس سالونيكي في اليونان بتروتس كوستاس، علشان يتكلم معانا عن اخر الاخبار في اليونان. بتروتس، هاو ار يو؟ جود افترنون فروم سالونيكي فروم توبا ستاديوم. يا ثانك يو سو ماتش، ام فاين، ايفرثينج از جود. First of all, congratulations for PAOK. I know you are a big fan of PAOK, so the first win in the Greek Superliga. I want to know your opinion about the first match of Amr Warda, and of course he was a part of PAOK wins and his first game in the league. Amr Warda was the MVP, voted from all the journalists. Yes. Here in the stadium, so you understand that he made a very good game. Yes. Because he was in the first lineup, he played very good. Yes. The team of PAOK could have, the team of Asteras could have two players out because of hit to Amr Warda. Yes. And he did his job very well. He's yes. in a very good psychological and I would say body situation. Yes. Scored the goal against Benfica. Yes, yes, and he true. He has his psychology in the limit up, so I think he lives his best moment in PAOK. Yes. So I will translate as usual and I'll be back to you again. سألته في البداية طبعا عن قلت له مبروك لفريق باوك فوزه في المباراة الأولى في الدوري اليوناني، هو طبعا من مشجعين فريق باوك، لكن على رأيك في عمرو وردة
لعب المباراة من البداية وكمان شارك في المباراة بنسبة 90 دقيقة. قال لي عمرو وردة بدأ المباراة كان جيد جدا، الهدف اللي احرزه في فريق بنفيكا اداله دفعة قوية جدا، كمان وجوده النهاردة في المباراة ادى بشكل رائع جدا نفسيا وجسديا ومعنويا رائع جدا، وبالتالي هيتفوق مع فريق باوك. I want to know about the opinion of the coach in the press conference. Did he speak about Amr Warda's performance in the first game and also about Benfica goal? Hello? Yes. He didn't speak about this. Yes. He only spoke about the game in general. Yes. He didn't mention any specific players. He just said that he... In some moments, his players should not try to make some tricks. I think in one, two cases, he spoke about Warda, but he didn't mention his name. But I think in general that he's very satisfied from Amr Warda as a left winger, because he uses him as a left winger. Mm. And this is very important, because he thinks, I think that Mr. Lucescu has realized that Amr Warda has a big potential and Yes. Yes. And true. Yes. سألته طبعا عن هل المدير الفني اتكلم على عمرو وردة أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بعد المباراة أو حتى على هدف اللي أحرزه في بنفيكا. قال لي هو ما اتكلمش على لعيب بعينه، اتكلم بشكل عام على مستوى الفريق، لكن عمرو وردة عنده روح عالية جدا وعنده يعني طاقة إيجابية في الفترة اللي جاية بشكل كبير، وكمان بيتكلم أنه لعيب موهوب جدا وهيكون فارق مع فريق باوك. Petrotas, I will speak about the new Egyptian striker, Ahmed Hassan Kouka, joins Olympiacos. How do you think this will be with the team? He will be the top scorer of the Superliga, or do you think he will compete with a lot of other players? He has to compete a lot of players. Yes. Because here, for example, there is Alexander Prejovic that scored today. Yes, true. He was the first scorer last season in the Superliga. I think there is big competition. It depends also on the style of play of Olympiacos. I think Olympiacos has made a new team with a lot of attacking players. Yes. So he will have the help from the midfielders to have the chances to score. It will be interesting. We don't have him. We don't have him seen yet to play because it's a new team, Olympiacos. He needs a lot of a little time, I think. After two, three games on the league, I think that. We will say more about what he does, what Kouka does in Olympiacos, and how he adapts to the team. Because the most important thing is to adapt to a new yes. team. Yes, yes, that's true. سألته على الصفقة الجديدة لفريق أولمبياكوس أحمد حسن كوكا وانتقاله للدوري اليوناني وخاصة فريق أولمبياكوس. هل أحمد حسن كوكا ممكن يكون هداف الدوري اليوناني ولا هيلاقي صعوبة في ظل طبعا منافسة كبيرة جدا من بعض اللعيبة اللي موجودين في اليونان؟ قال لي طبعا هيلاقي منافسة صعبة جدا، وكمان في هدافين كتير في الدوري اليوناني هيكونوا منافسين لأحمد حسن كوكا، لكن اتكلم وقال إن أهم حاجة أو أهم ما في الموضوع هو يعني ان احمد حسن كوكا يتاقلم على الدوري اليوناني، يتاقلم مع فريق اولمبياكوس. اكيد اولمبياكوس فريق قوي، فريق بطولات، فريق دايما بيطمح الى المركز الاول. Petrotas, you know that Chekabala was an ex-player of PAOK. I want to know the reaction of the Saloniki supporters after Chekabala transfer to the Greek Superliga but not to PAOK team. The fans of PAOK like Chekabala because yes. When he came, he was a big talent. Yes. He showed a little of his talent, some part, one dose of his talent. But the problem is that he left. He wanted to go back to his country, to Egypt, and this is something that made a little pity the fans of PAOK, and they never forget this. But, of course, they consider that he's a very talented, very good player, very quality player. But they say that he could have a different career, that he would be a more better player if he had stayed in PAOK. That's the question. And now they see him coming back to Greece in a not so young age. He's a little old. Yes. They say that he lost a chance to stay in Greece in the previous years and to make more bigger appearances with PAOK. Yes. سألته على شيكابالا أنه كان لاعب سابق في فريق باوك ودلوقتي هو انتقل الدوري اليوناني من جديد.
عايز اعرف رد فعل جمهور فريق باوك. قال لي طبعا هو شيكابالا كان موجود مع فريق باوك لكنه هو اللي ما حبش انه يكمل ورجع تاني لبلده ولفريقه، لكن طبعا موهبه كبيره جدا جدا، وكمان يعني وجوده دلوقتي في الدوري اليوناني يعني هم منتظرين ان هو يكون تطور مستواه بشكل كبير، بنتكلم في عدد سنين كتير جدا، وكمان كل ما لاعب الكره بيكبر كل ما يكون كل ما بيكون عنده نضج في الموهبة الخاصة بيه والعقلية الخاصة باللاعب. وكمان هم أكيد بيتكلم وبيقول إن جمهور باوك بيحب شيكابالا جدا، وأكيد طبعا شيكابالا موهبة كبيرة. بتروتوس، I want to ask you about باسم مرسي. He played his first game with Larissa. Do you think he will success in the Greek Superliga? He is now in the basic lineup. Yes, I know, I know. He's playing now. Yes. Larissa wins 1-0. Yes. I have not seen the game. I didn't see how he plays. Yes. But of course, from your opinion, from your experience in the Greek Superliga, you know the relationship between the Egyptian player and the mentality of the Egyptian player and the Greek Superliga. So I want to know your opinion about, is he will success in the Greek Superliga and he will continue, or he will be back to his country and his club again? Look, the Egyptian players come from a country that the people are very emotional. Yes, true. 100% true. Yes, Greek people are also emotional. They like the players that they fit too much with the people in the gates when they take their energy from the gates and play better. Mm. So I think if Morsi has a clear mind and the willing to play good, Larissa is a good team because has a lot of fans. He's the only team outside Athens and Thessaloniki that has taken the title before many years, yes, in the decade of 80s. So it's a team that can give him a lot of energy. If he's good and the team supports him, I think he can raise up his value in the transfer market in general, and maybe he will have a better transfer after Larissa. But I think that the fact that Larissa wins now is a good start for him and for the team, and this is very important if he wants to play well. But of course, he's in a team that has a lot of fans, so it's good. I think he has a chance to show a lot of his quality. Petrucci, thank you so much for your time, and good luck for PAOK in the UEFA Champions League and in the Greek Super League. Thank you so much. سألت السؤال الأخير عن باسم مرسي، وهل تتوقع أنه يكون يعني يكمل ويتعلق مع فريقه الجديد في اليونان؟ وهو طبعا عارف يعني عقلية اللاعب المصري، قال اللاعب المصري عنده عقلية عشري، وبيحب طبعا أن هو دايما بيكون يعني المصريين عندهم حب أن هم يرجع تاني لوطنه، وأن هو دايما بيحب يعني بيبقى عنده مشاعر تجاه النادي اللي موجود فيه. فهم كمان الدوري اليوناني بيكون عندهم نفس التبادل المشاعر. هو شايف ان اللعيبه المصريه بيتالقوا في الدوري اليوناني بسبب الاسباب اللي انا قلتها لحضراتكم، لكن بنتكلم على المستوى الكروي. هو بيتكلم وبيقول ان باسم مرسي قدامه فرصه كبيره ان هو ممكن يتالق، ممكن يكون موجود مع فريقه في الفتره اللي جايه، ولو تالق ولو عرف ان هو يعني يدي الجمهور اللي هو عايزه ويدي الفريق ومدير الفني اللي هو عايزه هيكون موجود معاهم بشكل اساسي. كمان ممكن نشوفه بينتقل لاحد الانديه الكبرى في الدوري اليوناني. ده كان كل كلامنا مع بتروتوس كوستاس زميلنا ومذيع راديو في إذاعة متروبوليس سالونيكي في اليونان. هنكمل معاكم ونروح سريعا كده نروح لبعض العناوين اللي موجودة في الصحف العالمية في إنجلترا وفي أسبانيا وفي إيطاليا. هنجيب لحضراتكم بعض الأخبار اللي موجودة. طبعا احنا بنجيب الأخبار اللي بتكون صدرا من صحف اليوم، فهبدأ معاكم من صحيفة سان سبورت الإنجليزية، وهنشوف كاتبين إيه على الغلاف. بنتكلم على القضية الكبرى لهيجو لاريس الحارس الأساسي لفريق توتنهام والحارس الأساسي للمنتخب الفرنسي. طبعا بعد التصرف اللي حصل منه واللي بدر منه إنه يتم إن هو يكون سايق تحت تأثير الكحول، تم سحب الشر منه. لما هنشوف قدام حضراتكم دلوقتي الصحف الإنجليزية أو صحيفة سان سبورت بالتحديد، هنلاقيها على الغلاف حتى صورة لاريس وحتى صورة بول بوجبا. وأول خبر بيقول زي ما حضراتكم شايفين مكتوب بالبنط العريض I am so sorry. ده كان تصريح هيوجو لاريس بعد ما
تم ضبطه طبعا كان سايق عربيته تحت تأثير الكحول، وبالتالي فريق توتنهام أول إجراء تم محاسبته عليه هو سحب شارة القيادة منه تمام رسميا. فبيقول أنا آسف جدا أن هيجو لوريس يواجه الغرامة المالية وفقد شارة القيادة بسبب أنه ساء في حالة سكر، وقد اعتذر اللاعب عن فعله وهو اعترف أن ذلك غير مقبول تماما. أما روني وكلامه على بول بوجبا، بيقول على بوجبا أن ينهض ويقود الفريق للفوز بلقب البريمير ليج، ونصرح بوجبا لاعب رائع ويجب أن يفعل ذلك من أجله هو. ده بالنسبة لسان سبورت. نروح للجارديان، وكلام كتير جدا عن الجارديان وكلام كتير جدا عن مورينيو. مورينيو يعني كل يوم بيزيد من كراهية الناس لي. مورينيو أنا مش عارف هل هو يعني هل هو مبسوط إن هو الناس تكون كرهاه. دخل مؤتمر صحفي قعد 259 ثانية وساب المؤتمر وقام. صحيفة الجارديان كتبة عنوان بكل رد فعل مورينيو في المؤتمر الصحفي تحت عنوان واحد: الكئيب. ذا جارديان كتبة على مورينيو: الكئيب. أعتقد أن أيام مورينيو في التدريب بشكل عام بدأت أن هي يعني الأيام تعدي، ووقت رحيله من مانشستر يونايتد يجي. مورينيو عنده مشكلة كبيرة جدا أن بدأت كاريزمته تقل، بدأت قدرته على إقناع اللعيبة أن هم يجوا يلعبوا في الفريق اللي بيدربوا تحت قيادته مفيش. يعني بنتكلم في أن أي صفقة بيتم التفاوض معها من قبل فريق مانشستر يونايتد ممكن كتير جدا منهم يرفض بسبب أسلوب فريق أو أسلوب طريقة إدارة مورينيو. فده كان الجارديان كاتبة زي ما بقول لحضراتكم الكلام ده على لسانها خاص بجوزيه مورينيو. نروح لإيطاليا وصحيفة لجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بتتكلم أكيد على بنتكلم على لقاءات اليوم، إن الجماهير والشغف يملأ الملاعب نهاية الأسبوع، وإن رونالدو يبحث عن الهدف الأول، وطبعا دي في لقائه مع فريق لاتسيو، لكن رونالدو بيفشل في إحراز أهداف. وبتتكلم على سباليتي يعول على بروزوفيتش وكايرو مستعدون للمواجهة. بتكلم أيضا عن إنتر بعد ما المواجهة الأولى خسرها في الدوري الإيطالي، سباليتي بتطلع إلى فوز أول في الدوري الإيطالي. نروح لأسبانيا ونبدأ مع موندو ديبورتيفو الأسبانية، بنتكلم على راكيتيتش والكلام كتير جدا عن انتقاله لفريق باريس سان جيرمان. لكن صحيفة موندو ديبورتيفو اللي بتكون شوية مع فريق برشلونة قالت لا يلمس، يعني محدش يجي جنب راكيتيتش. برشلونة بيرفض عرض 80 مليون يورو مقابل راكيتيتش، وفالفيردي والنادي متأكدين من عدم مغادرة اللاعب، والبارسا يبحث اليوم أمام بلد الوليد على الفوز مع كل الهدافين أساسيين وبدون رافينيا. ريال مدريد قال طبعا الآن لعدم وفرة لاعبين على دكة البدلاء، وأتلتيكو مدريد البداية في واندا متروبوليتان وفيليب لويس على القائمة. نروح لماركا الأسبانية وكلامها على اللقاء بكرة ولقاء ريال مدريد، وكورتوا جاهز أن يكون أساسي أمام جيرونا، والبلجيكي لم يلعب حتى دقيقة مع ريال مدريد تنافسه مع نافاس، تحول إلى حدث يجلب المتابعة خلال التدريبات. طبعا نافاس وكورتوا الموضوع هيكون تنافسي ما بينهم بشكل كبير جدا، لكن أكيد كلنا عارفين أن كورتوا هو اللي هيكون أساسي مع فريق ريال مدريد، وهنشوف هل كورتوا هيقدر يصنع اللي ما قدرش نافاس يعمله. لكن انا شايف ان نافاس تألق في الفتره الاخيره، ما يقدرش ان حد من جمهور ريال مدريد يلوم عليه، بالعكس كان سبب مهم جدا في فوز الريال بالشامبيونز ليج الاخيره او الثلاث نسخ الاخيره مع زين الدين زيدان. بنتكلم كمان ان نافاس بيتألق وبيعمل اللي عليه في ظل وجود يعني خط دفاع على اعلى مستوى بيقدر يعمل اللي عليه، لكن كورتوا ولا نافاس، انا لو مدير فني او لو انا مدرب حراس مرمى انا هلاعب اللي هيكون مستوى ثابت اللي هيكون متعلق في التدريبات، لكن ادي كورتوا على حساب نافاس عشان هو دي الصفقه اللي انا اشتريتها. اعتقد ان الكلام ده مرفوض في عالم كره القدم. نروح مع حضراتكم يعني سريعا ايضا لبعض الاخبار اللي موجوده معنا قبل ما نروح للفيديوهات اللي موجوده سريعا. بنتكلم ان باكو الكاسير يقترب من الانضمام لبروسيا دورتموند. باكو الكاسير لاعب ومهاجم برشلونه يعني خلاص هيقترب من الانضمام الى بروسيا دورتموند في ظل البحث عن تدعيم لفريق الألماني في فترة الانتقالات الصيفية اللي خلاص ناقص لها أقل من أسبوع وتنتهي. توتنهام يسحب شارة القيادة من لوريس. هيجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا الحاصل على كأس العالم، يعني شكل البطولات بتخلي لعيبة تتغرب.
ايا كان جنسيتك ايه، ايا كان انتمائك ايه، واضح جدا ان هيجو لاريس ان هو يوصل بيه الاستهتار انه يسوق تحت تاثير الكحول. وكمان فريق توتنهام عجبني جدا اول رد فعل منه ان احنا هنسحب منك شاره القياده. شاره القياده مش بس منظر ان كل واحد يكون معلق على دراعه شاره القياده، شاره القياده لازم يكون رول موديل، لازم يكون نموذج، لازم يكون قدوه لكل الناس اللي بتتفرج عليه ايا كان مين هو. لازم يكون واحد متحمل مسؤوليه، عارف يعني ايه شاره قياده، ان هو بيكون يعني هيد كوتش في الملعب، بيكون مدرب داخل الملعب، هو اللي بيوجه، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيقول غطي روح تعالى اضغط. فالكلام ده كله لازم يكون من 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 لاعب عنده تحمل للمسؤوليه. فبالتالي توتنهام بيسحب شاره القياده من لوريس، وكمان هيخصمه من عقده 300,000 جنيه استرليني. وكمان طبعا من المتوقع ان يكون حامل شاره القياده العدو اللدود لمحمد صلاح في هداف الدوري الانجليزي هو هاري كين، وبالتالي ده كان رد فعل. وكمان هيكون في محاكمه للوريس من قبل طبعا الشرطه الانجليزيه في شهر سبتمبر القادم. نروح للخبر اللي موجود معانا، ان والد هازارد بيتكلم بعد ما حلم انتقال هازارد الى ريال مدريد تبخى، بيقول ان رحيل زيدان تسبب في فشل انتقال نجلي لريال. طبعا زيدان كان واحد من المدربين اللي مقتنعين تماما بموهبه ايدن هازارد، مش بس قبل مش بس مع انتهيه كاس العالم او مع نهايه كاس العالم، لا ده من سنه كنا بنشوف ان زيدان دايما بيثني على اداء هازارد وبيقول ان هو الاقرب لرونالدو وميسي بعد ما ينتهي حقبه ميسي ورونالدو، ان هازارد هو اللاعب القادم، هو لاعب بيمتعه. كمان شفنا في كاس العالم كان متالق جدا جدا مع فريقه. مدرب ريال مدريد لوبوتيجي بيتكلم على فينيسيوس اللاعب البرازيلي اللي منتقل، اللي طبعا كله اتكلم وقال ان هو موهبه كبيره جدا في عالم كره القدم، وكلنا كنا منتظرين ان هو يكون موجود مع فريق ريال في اولى لقاءاته، لكن اتكلم وقال ان هو يحتاج للنضج، لاعب صغير في السن، وبالتالي مش عايزين ان احنا بلغه الكوره ان هو ان احنا نلعبه فبالتالي يتحرق، فبالتالي اثر على نفسيه اللاعب البرازيلي. جوارديولا السيتي لم يكن صلبا امام ولفرهامبتون، بيعجبني جدا المدير الفني لما يطلع لا يجيب سيره تحكيم ولا يجيب سيره اي حاجه، هو يتكلم ويقول ان انا واللعيبه او هو رقم واحد طبعا 75% و25% لعيبه ان هو يتحمل المسؤوليه. فجوارديولا قال السيتي لم يكن صلبا امام ولفرهامبتون، واتكلم اكيد ان بعد التعادل ان بعد ما فرضت الصداره لفريق ليفربول اكيد طبعا لازم قدامه فتره جايه كبيره جدا انه يرجع تاني بفريق سيتي الى الصداره. وسان جيرمان يتقدم بعرض لراكيتيتش، والكلام قلنا ان فريق برشلونه رفض 80 مليون يورو لضم راكيتيتش الى صفوف فريقه. سان جيرمان وبرشلونه عندهم مشكله، ما بيحبوش يعني بسبب ما اعرفش ايه اللي ما بينهم، طبعا بسبب انتقال نيمار والطريقه الغير يعني الطريقه اللي انتقل بيها لباريس سان جيرمان، بقى برشلونه وسان جيرمان عندهم مشكله، ده مش عايز يدي لده لعيبه وده مش عايز يدي لده لعيبه، وبالتالي الموضوع بقى صعب جدا ما بين الناديين. وحتى رابيو اللي ناقص له سنه وينتهي عقده، برشلونه محتاجه في نص الملعب وبيقدم اكتر من عقد، لكن فريق باريس سان جيرمان بيرفض تماما. سباليتي وده الخبر اللي معانا الاخير، بيقول ان ما زال امام الانتر الكثير لمنافسه يوفنتوس. يعني تصريح غريب ومش غريب، غريب ان سباليتي بعد موسم يعني او بعد فتره انتقالات صيفيه دعم فيها صفوفه باكتر من لاعب، المفروض ان سباليتي مدرب كبير، المفروض ان انتر نادي كبير، المفروض ان هو يكون منافس لنادي زي يوفنتوس، لكن كمان طبيعي جدا باللعيبه اللي موجوده في يوفنتوس اعتقد ان صعب جدا فريق انتر ينافس يوفنتوس على لقب الدوري، لكن في الاول وفي الاخر هو مدير فني مسؤول عن كلامه ومسؤول عن كل اللي يخرج منه. طيب نرجع مع حضراتكم تاني ونروح لفقره الفيديوهات اللي بنختم بيها معاكم فقره الكره العالميه. هنبدا معاكم ببرشلونه واخر استعداداته لمباراه اليوم اللي هتكون بعد حوالي 25 دقيقه من دلوقتي امام فريق بلد الوليد. هنتابع معاكم ونروح نشوف ازاي برشلونه استعد في اخر تدريباته لفريق بلد الوليد، وكمان وانتقالاته من برشلونه الى ملعب المباراه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. We'll be right back.
كل موسم او كل سنه بيتم منح جايزه للاعب كره قدم سابق اكيد عمل انجازات في حياته الكرويه وكمان بيعمل المزيد من النجاحات وكمان بيكون مثال وقدوه للاعبي كره القدم. وبالتالي بنتكلم على رئيس اليويفا السلوفيني الكسندر سيفرن اللي قدم جايزه اللي بيمنحها كل موسم لديفيد بيكهام اللاعب الاسطوري لاعب ريال مدريد ولاعب مانشستر يونايتد لطبعا ما قدمه في عالم كره القدم وما يعني بيقدمه دلوقتي. ان هو بيقول ان هو بينشر لعب كره القدم في كل انحاء الكوكب ودايما بيكون مثال طيب للاعب كره القدم وكمان للشباب الصغيره. بالتالي الكسندر سيفرن الرئيس السلوفيني للاتحاد الاوروبي لكره القدم منح جائزه 2018 لديفيد بيكهام. ديفيد بيكهام طبعا 43 سنه لعب 762 مباراه بمختلف الانديه اللي لعب بيها ابرزها طبعا مانشستر يونايتد وريال مدريد. سجل 130 هدف وتوج ببطوله دوري ابطال اوروبا عام 99. الجائزه الموسم الماضي كانت تم منحها لفرانشيسكو توتي وبالتالي نجوم كثيره جدا بنحب نشوفها. عشان كده هنشوف ونوري حضراتكم ازاي الموقع الرسمي لريال مدريد احتفل بتكريم ديفيد بيكهام ونرجع نكمل معاكم. مكملين معاكم وديفيد بيكهام نروح من تكريمه من قبل اليويفا لتكريم اخر وهو اكيد تكريم مهم جدا كلنا تابعناه في الكام يوم اللي فات وهو تكريم جورج وايا رئيس دوله ليبيريا لارسن فينجر. تكريم يعني بعض الناس شافته يعني ايه السبب وايه اللي خلى جورج وايا يكرم ارسن فينجر. احكي لحضراتكم سريعا. اولا جورج وايا تكريمه لارسن فينجر بيقول انه اكيد سبب من اسباب نجاحه ووصوله في اللي هو وصوله دلوقتي. أرسن فينجر سنة 88 كان مدير فني لفريق موناكو الفرنسي وجورج وايا كان بيلعب في الدوري الكاميروني. جورج وايا تم اختياره من فريقه اللي بيلعب فيه في الدوري الكاميروني من قبل أرسن فينجر. أرسن فينجر اللي شافه واخده من أفريقيا إلى أوروبا وبعديها بسنة تم تتويج جورج وايا بأفضل لاعب في أفريقيا. بعدها طبعا انتقل من موناكو لفريق سان جيرمان بعدها الإسم ميلان وبدأت كمان يعني فائض الأدب تتفتح ليه جورج وايا كمان توج بافضل لاعب في العالم اللقب اللي ان شاء الله بنتمنى انه يحققه لاعبنا المصري محمد صلاح. وبالتالي هنشوف نتابع معاكم جورج وايا وتكريمه لارسن فينجر ونرجع نكمل مع حضرتك. كنا مع حضراتكم في الأهلي الليلة من الساعة 7 وحتى الساعة 10 من بداية من زميلي العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب أيضا كمان محمد سعيد اللي كان موجود معانا وختاما فقرة الكرة العالمية. إن شاء الله نشوفكم بكرة في حلقة جديدة من الأهلي الليلة في نفس الميعاد الساعة 7. استنونا على شاشة قناة النادي الأهلي. بشكر زميلي إيهاب الخطيب وأشكر أيضا زميلي محمد سعيد وبكرة نشوفكم على خير إن شاء الله على شاشة قناة النادي الأهلي. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.